السلام عليكم يا مصريين يا ناسنا الطيبين. هنشوف معاكم أخبار بلدنا في أسبوع، ادعوا معنا تنصلح، قولوا أمين آمين يا رب. حلقة جديدة من مصر في أسبوع، هنحاول نجمع فيها لحضراتكم أبرز أخباركم، أخبار المصريين في أسبوع. بعد فقرة الانترو، انترو الأخبار بإذن الله، هيكون معانا فقرتين أتمنى أنهم يكونوا مهمين لحضراتكم. الفقرة الأولى هتكون عن السكة الحديد، وللأمانة كنا مرتبين مع فريق الإعداد أن احنا نعمل الفقرة دي من أول الأسبوع، طبعا جه حادث قطار بني سويف امبارح وزاد الطين بلة زي ما بيقال. السكة الحديد وسيلة المواصلات الأفضل والأسرع ولغاية دلوقتي هي الأأمن لناس كتير بيفضلوها على كل الوسائل الأخرى، رغم طبعا الحوادث المتكررة اللي حضراتكم بتسمعوا عنها بين حين والآخر. وفي نفس الوقت هي الهم الكبير، لدرجة أن وزير النقل خرج علينا امبارح وقال أن احنا محتاجين حوالي 100 مليار جنيه علشان تطوير هيئة السكة الحديد. هنتابع ده مع حضراتكم في الفقرة الأولى من برنامجنا مصر في أسبوع. الفقرة الثانية بمشيئة الله هتكون عن الذكرى الخامسة لأول يوم يمر على مصر دون مبارك، يوم تخلي مبارك عن الحكم مجبرا بعد ثورة 25 من يناير 2011. كيف يراه المصريون الآن بعد كل الفترة دي؟ دايما بنقول ان التاريخ هو اللي بيحكم على الامور والاحداث، لكن التاريخ نفسه بيختلف عليه بعض الناس. في ناس بتختلف بتقول ان عبد الناصر كان كويس، وفي ناس تانية شايفاه لا، في ناس مع الملك فاروق وفي ناس لا، وفي ناس كمان كانت مع السادات وناس لا، وبالتاكيد في ناس مع مبارك وناس ضد مبارك. دي هتكون فقرتنا التانية بمشيئة الله، يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا، أخبار الانترو مصر في أسبوع، من خبر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري للاجتماع بكرة إن شاء الله السبت لإلقاء خطاب أمام النواب، نواب البرلمان. القرار نشر في الجريدة الرسمية، ذكر فيه إن الاجتماع هيكون في العاشرة صباحا بمشيئة الله، ومن المقرر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخطاب هيعلن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. للمزيد من إلقاء الضوء أكثر على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة بمشيئة الله في العاشرة صباحا، هينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، بداية أهلا بيك معانا في مصر في أسبوع. أهلا بيك يا أستاذ. اهلا بيك. شايف ازاي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكره، وهل تاخر بعض الشيء؟ لا اعتقد انه تاخر كثيرا، كان كل الكلام حول انه يفترض ان يكون بعد يوم 25 يناير، اي بعد مرور اسبوعين على الفتره التي ينبغي ان ينجز فيها مجلس النواب القوانين العادله، وهي المهله التي اعطاها له الدستور، وبعد ذلك جاء ذكر 25 يناير، فكان الموعد المقترح هو آخر شهر يناير أو أي يوم في بدايات فبراير، وهو ما حدث بالفعل. كانت هناك زيارات لرئيس الجمهورية خارج مصر، خصوصا في جولته لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا. أنا أظن ذلك هو الذي جعل الأمر يتأخر قليلا، لكن الآن نحن يعني جاء الوقت وسيكون غدا إن شاء الله. شايف ازاي يعني، او بتتوقع هتكون ايه اهم البنود والنقاط اللي هترتكز عليها كلمه الرئيس غدا بمشيئه الله؟ بطبيعه الحال انا اظن ان هو رئيس الجمهوريه غدا سيحاول ان يلقي الضوء على مجموعه اساسيه من القرارات او القوانين او القضايا والمشاكل، سيحاول ان يضع يتحدث عن اكتمال خارطه الطريق بانتخاب البرلمان الجديد، هذه نقطة في غاية الأهمية. سيتحدث أيضا عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه مصر بصورة واضحة، هذه نقطة في غاية الأهمية. أنا أظن مهد لها الرئيس بكلام واضح في كلمته المرتجلة عندما افتتح بعض المشروعات قبل أسبوع يوم السبت الماضي، وهذه نقطة مهمة من زاوية أن الوزارات سوف تبدأ في مخاطبة الشارع المصري بالعقبات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يكون هناك تقشف، ومن الذي سوف يتحمل تبعاته. سوف يتحدث الرئيس بطبيعة الحال عن محور الإرهاب والتحديات التي تواجه مصر والجهود التي بذلتها والتضحيات التي قدمتها، وسيتحدث مرتبطا بهذه النقطة طبعا المحيط الذي يؤثر في مصر، المنطقة العربية والتهديدات الوجودية التي تواجه مصر،
سوف يتحدث بالطبع. استاذ عماد هيتكلم بالتاكيد في امور اقتصاديه بتهم البلاد، هيتكلم على امور بتخص الشرق الاوسط والمناخ العاصف اللي احنا بنعيش فيه والدول اللي حوالينا، هيطلع النواب على عدد كبير من هذه الامور. ولكن بيني وبين حضرتك، هل هيعاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب على بعض الامور زي مثلا رفض قانون الخدمه المدنيه واللي كان ألمح ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده؟ اولا انا اظن الرئيس يعني قال بما فيه الكفايه تلميحا في هذا الامر والموضوع حسم، لكن ربما يعني ما اظن ان الرئيس سيسعى اليه هي وضع النواب في صيغه السياق العام الذي يحكم او الموجوده فيه الاوضاع في مصر وفي المنطقه هذه الايام، وبالتالي يعني سيحدثهم ربما عن اهميه تطوير الجهاز الاداري للدوله وهو الهدف الذي كان يرمي اليه هذا القانون، اهميه فكره كيف يمكن معالجه الخلل في منظومه الدعم، الخلل في منظومه الاجور، كيف يمكن رفض الاجر بالعمل. هذه امور عامه، لكن انا اظن الهدف الجوهري يعني الذي ستضع له الكلمه غدا هي ان يضع الرئيس السيسي اعضاء مجلس النواب والشعب المصري في صوره الوضع العام، النقطه التي نقف فيها الان والتحديات الخطيره التي تواجه مصر وتواجه المنطقه وكيف يمكن العبور منها بسلام. الطبيعي ان يتحدث ايضا عن اللغط الدائر حول التوازن او المعضله بين الحريات من جهه وتحقيق الاستقرار والامن وامن البلاد من جهه اخرى، هذه قضيه في غايه الاهميه ايضا، وبالتالي ربما تكون هذه هي العناوين الرئيسيه لكلمه الرئيس غدا. هنتابع بالتاكيد مع حضرتك ومع مشاهدي الكرام كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمشيئه الله في 10 صباحا. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. طيب نروح للخبر الاهم والابرز ويمكن الاسخن النهارده، الجمعيه العموميه ل نقابة الأطباء اللي عقدت في دار الحكمة في شارع القصر العيني، الجمعية وافقت على الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر، ووافقت كمان على إحالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة للجنة أداب المهنة بالنقابة، نقابة الأطباء، والمطالبة كمان بإقالته من منصبه كوزير للصحة، وده بسبب تقاعسه عن توفير الحمايه اللازمه للفريق الطبي اللي كان موجود في مستشفى المطريه وقت تاديتهم مهام عملهم. وكمان طلبت نقابه الاطباء في الجمعيات العموميه بتركيب كاميرات للمراقبه في كل المستشفيات. النقابه كمان كانت دعت للجمعيه العموميه الطارئه دي بعد اعتداء امناء الشرطه على الاطباء في مستشفى المطريه التعليمي زي ما قلت لحضراتكم، ومحيط دار الحكمة تجمع فيه آلاف الأطباء لدرجة أنهم خدوا حوالي 3/4 شارع القصر العيني للمطالبة بحالة أمناء الشرطة اللي اعتدوا على الطبيبين للمحاكمة الجنائية بسرعة. وكمان طلبوا بوضع آلية لمنع تكرار الاعتداء على الأطباء في المستقبل سواء بقى من أمناء الشرطة أو من أهالي مرضى أو من غيره. كمان نقابة الأطباء استقبلت النهاردة صباحا وفود وممثلين للنقابات والأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة اللي جم علشان يتضامنوا مع موقف نقابة الأطباء. المزيد من خلال التقرير اللي جاي. الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر وإحالة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إلى لجنة أداب المهنة بالنقابة والمطالبة بإقالته من منصبه والمطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في جميع المستشفيات، كانت هذه أهم قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التي انعقدت لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطباء على خلفية واقع تعدي بعض أمناء الشرطة على طبيبين من أطباء مستشفى المطرية التعليمي. دعوة مجلس النقابة إلى اجتماع اليوم شهدت استجابة واسعة من جموع الأطباء، حيث جاوز عدد الحاضرين النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية الطارئة، بالإضافة لتعاطف ودعم عدد من أعضاء مجلس النواب ومن النقابات الأخرى كالصحفيين والمهندسين واتحاد نقابات المهن الطبية. السلاسة التي شهدها عقد الجمعية لم تكن هي سمة المناقشات التي دارت بين المجتمعين، حيث حاول بعض أصحاب الانتماء السياسي استغلال الاجتماع لتحقيق مصالح بعض الجماعات ولو على حساب جموع الأطباء من خلال التمسك بمطلب الإضراب الكامل رافعين شعار الإضراب هو الحل. أيضا دخلت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك طرفا من خلال المزايدة على الأطباء واتهامهم بالتجني على جهاز الشرطة رغم إقرار نفس الصفحة بخطأ أميني الشرطة.
وقعت مستشفى المطرية التعليمي ومنع تكرارها مرة أخرى لم تكن هي البند الوحيد على جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث كان هناك بند ثاني وهو مناقشة قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وضرورة اجتياز الطبيب حديث التخرج لامتحان يعقد في نهاية فترة تدريبية بعد إتمام دراسته في كلية الطب، وهو ما يرفضه السواد الأعظم من الأطباء. طيب على القصة دي واجتماع نقابة الأطباء النهاردة في الجمعية العمومية الطارئة بيضنبلي عبر الهاتف الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء. دكتور إيهاب أهلا بيك معنا في مصر في أسبوع. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. جمعية عمومية طارئة واستثنائية من حيث العدد اللي وصلوا ما شاء الله لغاية 3 أرباع شارع القصر العيني، طبعا غير اللي جوه في النقابة، وكمان المطالب. ده صحيح. الجمعية العمومية دي جمعية عمومية تاريخية في تاريخ النقابات كلها. اجتمع فيها أكثر من 10,000 طبيب من جميع محافظات الجمهورية، جم في الحقيقة للدفاع عن كرامة الطبيب التي هي جزء من كرامة المواطن المصري العادي. الجمعية العمومية جت علشان تعلن عن الانتصار لدولة سيادة القانون، لا أحد فوق القانون. الأطباء للأسف الشديد بيهانوا ويتم الاعتداء عليهم بصورة يومية في المستشفيات بدون تأمين حقيقي، وحتى لما بيعتدى عليهم بدون محاسبة المعتدين، وده اللي بيخلي المسألة تتكرر تاني وتالت ورابع. في هذه الحالة الأطباء لابد أن يمتنعوا اضطراريا عن تقديم الخدمة لحين التأمين. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة الطبيب اللي خايف على عمره وعلى روحه مش هيقدر يبقى مركز في شغله وهو بيتعامل مع روح المريض، وبالتالي لابد من قيام الحكومة بواجباتها نحو تأمين المستشفيات كلها بشكل حقيقي. الجزء الآخر احنا طالبين تشريع تأمين المستشفيات بشكل حقيقي. انت عايز نقطة في كل مستشفى مثلا؟ احنا في عندنا احنا في عندنا حاجة اسمها شرطة تأمين المستشفيات. تمام. إدارة شرطة تأمين المستشفيات احنا بنطلب رسميا دعمها بأعداد إضافية ويتم تأمين المستشفيات كلها بأعداد مناسبة طبقا لحجم العمل في كل مستشفى، وده شيء سهل جدا ومفهوش مشكلة، بس يبقى فيه جدية في الأمر. في الحقيقة الشيء الثاني المهم المطلوب من مجلس النواب إصدار تشريع بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبار وتوصيف المسألة على أنها اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله. مش معقول الطبيب يعتدى عليه في جهة عمله وفي الآخر البلطجي اللي ضربه يروح يعمل له محضر مماثل ويقول أصل الدكتور شتمني، وفي الآخر يبقى تتوصف على أنها مشاجرة ويتقال لهم يا هتتحبسوا انتوا الاثنين يا تتنازلوا انتوا الاثنين. انا مع حضرتك في كل المطالب اللي انتوا بتقولوها بخصوص يعني حمايه الاطباء او طاقم التمريض او اي مكان اي حد موجود بيعمل في المستشفى لازم حمايته بالتاكيد، وده انا معاكم فيه، بس الحاجه اللي لفتت نظري ان انتوا بتطالبوا النهارده باقاله وزير الصحه من منصبه، وكمان احلتوه للجنه اداب المهنه في النقابه. هو مش الوزير ده يا فندم هو منصب سياسي؟ اي منصب سياسي لكنه طبيب، وبصفته طبيب فهو احد اعضاء الجمعيه العموميه للاطباء ويجوز محاسبته طبقا للقوانين المهنيه النقابيه. الوزير وزير الصحه الجمعيه العموميه رات انه لن يتخذ اي اجراءات عمليه او فعليه لحمايه الاطباء اثناء تاديه عملهم في داخل جهاتهم الحكوميه. الشيء الاخر الجمعيه العموميه رات أن الوزير عندما اتخذ قرار باقتراح إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء فهو بهذا القرار يعتدي على مهنة الطب ويعتدي على الجامعات ويعتدي على نقابة الأطباء ويعتدي على صحة المواطن المصري، وبالتالي فإن إصدار مثل هذا القرار بدون الرجوع إلى نقابة الأطباء فهو تعدي على جموع الأطباء من طيب. السيد وزير الصحة. دكتور إيهاب يعني لو نخليها مع بعض واحدة الوزير اللي موجود مثلا في الدول المتقدمة اللي احنا نفسنا نوصل لها مش لازم يكون طبيب، يعني وزير الصحة مش لازم يكون طبيب، وزير الدفاع مش لازم يكون من الجيش، وزير خارجية كذا كذا كذا، زي ما كان موجود مثلا في مصر قبل ثورة 23 يوليو. فبالتالي لو كان الوزير حتى لو وزير مثلا أي شيء مش لازم يكون من نفس التخصص، هو منصب سياسي، لو كان وزير الصحة غير دكتور كنت انتوا طالبتوا بنفس الامر؟ جميل، ده سؤال رائع. لو كان وزير الصحه غير طبيب ما كناش هنحيله طبعا. هو ده اللي بتكلم عليه لان المنصب سياسي. بالظبط كده، لانه في هذه الحاله مش طبيب، لكن كنا هنرفع عليه قضايا
مباشرة وجنح مباشرة أمام القضاء لانتهاك الدستور المصري. الدستور المصري بيقول بصراحة ووضوح إن أي قانون يتعلق بالأطباء لابد من عرضه أولا على نقابة الأطباء، وسيادة الوزير لم يفعل ذلك، وبالتالي فهو انتهك الدستور المصري، وبالتالي كنا سنقاضي أمام القضاء العادي. طب عايزين حاجة بقى توضح للناس، انتوا كده هتشتغلوا ان شاء الله بس مش هتاخدوا فلوس بعد اسبوعين طبعا، يعني مش من دلوقتي، بعد اسبوعين بالظبط. بالظبط احنا الواضح للناس، الناس في كل مكان في لما بيروح يكشف في اي مستشفى الاصل في العلاج المفترض انه علاج مجاني، لكن ده ما بيحصلش. جميع ادارات المنشآت الطبية بتحصل رسوم على الكشف، رسوم على التحاليل، رسوم على الاشعات، وبالتالي احنا قلنا انه لا هنعمل كل حاجة مجانا على تذكرة الاستقبال، وبنطالب السيد وزير الصحة بانه يصرف الادوية كمان مجانا على تذكرة الاستقبال، وعدم تحصيل اي رسوم من اي مواطن تحت اي مسمى، لان احنا مش ضد المواطن على اطلاقا، بالعكس احنا لما بنطلب مطالبنا مطالبنا هتنصب في صحة لصحة المواطن والمنظومة الصحية كلها. دكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. برضو بتنضم لي عبر الهاتف على نفس القصة الجمعية العمومية الطارئة اللي وصفها الدكتور إيهاب الطاهر إن هي تاريخية، 10,000 طبيب ما حصلتش قبل كده في السنين اللي فاتت. الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني وكيل نقابه الاطباء، امين نقابه الاطباء الزميل العزيز ايهاب الطاهر اللي كان مع سيادتك وكيل نقابه الاطباء. اهلا وسهلا بيك يا فندم وبعتذر مره ثانيه. زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور ايهاب، يعني جمعيه عموميه استثنائيه بس في نفس الوقت يعني بصراحه لعبتوا لعبه حلوه. يعني احنا بنتكلم على ان انتوا ضغطتوا على الدوله او على الوزير او على وزير الماليه كمان ووزير الصحه، الدوله بصفه عامه، بعد اسبوعين لو ما حصلش اللي احنا بنطالب بيه مش هتلاقوا فلوس من المستشفيات. هو الحقيقه المستشفيات المفروض انها ما بتحصلش فلوس، المفروض انها بتقدم خدمه طبيه، وده حاجات احنا بنطالب بيها سواء النهارده او قبل كده، او وقرار رئيس الوزراء ده احنا اللي صورناه وكبرناه وعلى اساس المستشفيات اللي هو قرار 1063 لمجانيه علاج الطوارئ بانواعها. ورغم ان احنا عملنا كده، هذا القرار الرائع اللي احنا حييناه وقت ما صدر وقلنا ان هو قرار رائع ينتظر اليات التنفيذ، هذا القرار الرائع لم ينفذ على الاطلاق من ساعه ما صدر منذ اكثر من لحد الحقيقه ان احنا بندور على دكتوره منى. بس هستاذنك نقف في مكان فيه شبكه لان الصوت بدا يروح، هو كان كويس في الاول، نخلينا يعني في نفس المكان اللي بدانا فيه. دقيقة واحدة. كده كويس؟ زي الفل، اتفضلي. طيب الحقيقة ان احنا حق المرضى في العلاج بالمجان في المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية حق اساسي يتم يعني التعدي عليه باستمرار، واحنا بنجد دي فرصة علشان نوضح حياتنا الكامل للمرضى امام الدعايات الحقيقة الكتير قوي واللي تتوقف. لا واحدة واحدة، فهميني يا فندم، فهميني، هو الأساس إن المرضى يدخلوا المستشفى من غير ما يدفعوا تذكرة مثلا؟ أنا عايز أسمع سيادتك كويس. حضرتك سمعاني كده كويس؟ أيوة تمام. هو الأساس اللي حضرتك بتتكلمي عليه إن المرضى الأساس إن هم يدخلوا المستشفيات بدون تذاكر مجانا؟ الأساس الحقيقة إن المرضى يدخلوا المستشفى بتذكرة بجنيه ويتلقوا كل الخدمات بعد كده مجانا. وإيه اللي بيحصل بقى؟ أما خدمات الطوارئ فمفروض أن بيدخلها بتذكرة من غير فلوس ويتلقى كل خدمات الطوارئ. الحقيقة للأسف أن المستشفيات الحكومية المختلفة العناية مركزة بفلوس، والحضانات بفلوس، والولادة بفلوس، والعمليات بفلوس، وكل حاجة بفلوس، حتى الأدوية أغلبها بيبقى من بره على حساب المرضى. فالحقيقة أن المستشفيات الحكومية والمستشفيات العامة توقفت عن دورها الأساسي أن تقدم الخدمة المجانية المحترمة للمواطنين، وإحنا بنجد دي فرصة علشان نعلن تضامننا مع المجتمع ومع حق الناس أن هم يعالجوا علاج محترم مفروض أنه يكون في العادي برسوم رمزية. طيب حلو قوي الكلام ده. طيب بنقول انه مش بس احنا مفروض الموضوع الرسوم الرمزيه، المرضى هيتلقوا العلاج مجانا لان ده حقهم ماشي، والدوله مفروض انها تتصرف في الموضوع ده.
واي حد يقول ان اشمعنا الكلام ده النهارده، نحاول نفكره ببساطه بموقف النقابه الواضح في موضوع التامين الصحي. موقف النقابه الواضح لما جه تعديل قانون المستشفيات الجامعيه وقلنا ان المشروع القانوني الجديد ده قصقص المستشفيات الجامعيه، واحنا بنرفض قصقصه المستشفيات الجامعيه اللي بتقدم حوالي 70% من الخدمات العلاجية المتميزة زي عمليات القلب المفتوح وأساطر القلب، عمليات المخ والأعصاب، عمليات العمود الفقري. دكتورة منى، أنا هعرف إذا كان ده هدف شخصي للأطباء ولا هدف عام باستمرارية الكلام ده. هل لو الدنيا اتحلت هتلغوا موضوع الفلوس، ويعني هترجع زي ما بيقولوا ريما لعادتها القديمة، ولا هتكملوا بنفس السياق ويبقى هدفكم بجد المرضى؟ بس احنا مش محتاجين ان احنا نستنى بعد كده. احنا عندنا تصرفات نقابة الاطباء قبل كده. حضرتك تقدر ترجع لموقع النقابة وتشوف كم البيانات والمواقف اللي اتعملت على موضوع تنفيذ المطالبات اللي اتعملت لتنفيذ قرار رئيس الوزراء 1063، قرار رئيس الوزراء السابق عن مجانية علاج الطوارئ. تقدر ترجع وتشوف موقف نقابة الأطباء من قانون التأمين الصحي ودفاعها عن ضد خصخصة الخدمات الصحية. تقدر ترجع لانتقاداتنا للمشروع القانون اللي كان مقترح للمستشفيات الجامعية وتقرأ انتقاداتنا عليه. هذا الموقف للنقاب موقف مستمر. الموضوع ان فتح مشكلة حواليه في كل مستشفى عام ومركزي وقروي مشكلة صعبة، واحنا هنا هو بنتكلم. انا والله انا معاك وده، بس انا هعرف انا عن نفسي كمواطن مصري هعرف اذا كنتوا بتعملوا ده علشان مشكلتكم الطرقه اللي حصلت في المطريه وحلها، انتوا بتضغطوا عشان حلها، ولا بالفعل عشان المواطن. ما هو لو علشان المواطن هيستمر الكلام، يعني هيستمر ان المواطن يدخل طوارئ ويدخل مستشفيات بدون فلوس، ولو بشكل طارئ علشان القصة باختصار عشان الاثنين. احنا بقالنا مدة بنطالب بحاجة محدش قادر يعني يصدق انها بجد. احنا بنطالب بمستشفيات تدي للطبيب حقه ان يعمل بامان وباحترام وبكرامة وباجر محترم، وتعطي في نفس الوقت للمريض حقه ان يعالج علاج كريم. طيب خلينا نروح لجزئية تانية. هيئة التدريب الالزامي للاطباء دي، يعني ايه اللي مضايقكم منها؟ اللي مضايقنا منها ان هي مش هيئه تدريب الزامي، انها سبوبه باختصار. ازاي بقى؟ نتكلم على التفاصيل. اتفضلي. لما يبقى عندي هيئه منشاه لتحسين، المفروض العنوان العريض لتحسين تدريب الاطباء، وبعدين ما تتكلمش الكلمه على مشاكل التعليم الجامعي ولا على ضعف اماكن التدريب في الجامعات المصريه ولا على اهدار سنة الامتياز في انها تستخدم الاطباء في انهم ينقلوا كيس دم من الاسم ده للاسم ده، يجيبوا فيلم اشعة، ياخدوا عيان يوصلوه علشان يعملوا له تحاليل الفلانية. يعني باختصار ما نتكلمش كلمة حوالين اسباب سوء تدريب الاطباء الفعلي، وبعد كده هو تتعمل هيئة علشان تتقاضى اجر على امتحان في نهاية سنة الامتياز يقيم مستوى التدريب، دون ان ابذل اي جهد في تحسين نفس التدريب ده اللي عايزه اقيم مستواه. مجرد اني بعمل هيئه تتقاضى فلوس علشان امتحن الناس واقيم مستواها، يبقى ده اسمه ايه؟ لما يبقى عندي برنامج زماله مصريه واخد اعتراف ومعترف بمستواه الجيد في الدول العربيه في مصر وبره مصر، خلاص؟ واحنا نبقى بنطالب بقالنا سنوات بتوسيع برنامج التدريب بتاع الزماله، توسيع استيعاب الزماله، وكنا في لقاء مع رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ووزير الصحه السابقين، خدنا قرار فعلا بان او يعني بمطالبتنا اتخذ قرار انها تدعم ب 10 مليون جنيه لم يستخدم منهم لصالحها. طيب دكتوره منى، وبعد انا عايزه اوضح لحضرتك اتفضلي. وبعد كده نجيب بس سريعا يا فندم من غير فلوس ونعمل حاجه جديده اسمها البورد المصري. طيب حد تواصل معاكم من الدوله يا دكتوره منى؟ حد تواصل معاكم بعد العدد الكبير اللي حصل النهارده في دار الحكمه من الدوله؟ حد تواصل معاكم من الدوله؟ لا لحد دلوقتي لا. لغايه دلوقتي مفيش تواصل ولا حتى وزير الصحه؟ لا ولا من وزير الصحه. اما انتوا بتطلبوا يبقى خلطوا، يعني هيكلمكم ازاي؟ طيب انا بشكرك بالتاكيد الدكتوره منى مينا وكيل نقابه الاطباء.
طيب برضو كمان الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء. دكتور خالد، دكتور خالد. أيوة فندم، مع حضرتك. أهلا بيك معنا في مصر في أسبوع يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. ضربة معلم زي ما بيقال، يعني ما شاء الله جمعية عمومية استثنائية وما شفناش زيها في الفترة اللي فاتت دي كلها. لا دي صرخة غضب، مش ضربة معلم، دي صرخة غضب شديدة. يعني بقالنا أسبوعين الغضب يزيد بين جموع الأطباء وكثير من المواطنين في الشعب المصري. احنا شفنا هيئات كثيرة النهاردة وناس ما هماش أطباء جايين يدعمونا مشيوا قبل الصلاة من كثرة الزحام. شفنا 3000 طبيب مش لاقيين لهم ورق عشان خاطر يسجلوا، أكثر من 10.5 اللي سجلوا. كل ده ردا على مش بس إهدار كرامة الإنسان المصري والطبيب المصري الذي ديست رأسه بالأقدام وقيل له عبارات عنصرية وتم احتجازه في القسم بدون سند قانوني واختطافه وتهديده بالسلاح في مكان عمله، ورغم ذلك النيابة تحركت بعد أسبوعين من الضغط الشديد جدا جدا. أول محضر كتب إنه محضر تشاجر، أدلنا بلاغات عديدة للنيابة، ولكن للأسف الشديد التهمة الموجهة عند صرفهم من النيابة هي مجرد الاعتداء على موظف أدية عمله. هناك علامات استفهام كبيرة جدا جدا على تطبيق القانون الانتقائي في مصر، وهو ده اللي عامل حالة غضب عارمة بين الأطباء الذين لم يثوروا يوما كما ثاروا اليوم لكرامتهم، وليس طلبا لمال ولا لعمل ولا لأي شيء. أنا كنت مش مع إثارة أي مواضيع أخرى مع مواضيع إهدار كرامة الطبيب في هذه الجمعية العمومية، لكن اللي حصل النهارده كان يعني تعبير عن كل اللي بقوله لحضرتك. طيب احنا يعني احقاقا للحق حاولنا فريق اعدادنا ان هو يتواصل مع الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه، بس طبعا ما فيش رد. كمان حاولنا ان احنا نتواصل مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، برضو ما فيش رد، عشان ناخد الجهه الاخرى اللي كانت يعني النقابه النهارده عامله جمعيتها الاستثنائيه في بالاخص علشان ردهم، ومنها طبعا إقالة وزير الصحة. الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلونا نروح لحاجة تانية مشرفة، يعني حاجة بتسطع في مصر. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كرمت طالبة مصرية اسمها ياسمين يحيى مصطفى، وكمان أطلقت اسمها على الحزام الرئيسي لأحد الكويكبات اللي اكتشفتها وكالة ناسا. ده طبعا تقدير لجهودها العلمية. ياسمين عمرها 17 سنة ما شاء الله. حصلت ياسمين على جائزة المركز الأول عن فئة علوم الأرض والطبيعة والبيئة بمشروعها اللي عنوانه القوة الكامنة في قش الرز في مسابقة انتل الدولية في بيتسبرغ. بحثها العلمي بيساعد في تطوير أو تطهير المياه والحد من تلوث الهواء. مسابقة انتل هي أكبر مسابقة علمية دولية في العالم لمراحل التعليم قبل الجامعي، بيتم اختيار أكثر من 1700 طالب كمرشح نهائي من 70 دولة من الدول اللي بتشارك في المعرض ده. طيب معانا ياسمين يحيى الطالبة اللي كرمتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أهلا بيك يا ياسمين. أهلا بحضرتك. مشرفانا بكل تأكيد يا ياسمين. ربنا أنا عن نفسي مبسوط بيك جدا ما شاء الله عليكي. ربنا يخليك. كلمينا أكتر عن البحث بتاعك. هو أنا البحث بتاعي ببساطة هو عبارة عن جهاز بيقدر ينقي أي مية بيحولها لمية شرب، بالإضافة أنه بيحل مشكلة الطاقة بإنتاج بايو ديزل، كليسترول، طاقة كهرومائية، طاقة هيدروجينية، وبينتج مادة خرسانية وبيتخلص من السحابة السوداء الناتجة من قش الرز. طيب واحدة واحدة بقى ياسمين، يعني كلمينا على تطهير المية، الموضوع ده مهم جدا، من قش الرز ازاي؟ هو قش الرز هو مش المكون الوحيد اللي معايا، بس هو المكون الرئيسي. بعد ما بعد المية على معالجة حيوية بقدر استخدم قش الرز ان انا بحرقه فعلا وبستخدم حرارته لتبخير المية بتعملي تكثيف للمية. بس بعد ما بعديها على معالجة حيوية علشان اقلل الطاقة اللي انا ممكن استخدمها. يعني زي تحلية مثلا، يعني تحلية، بس نقدر نقول ان احنا بنستخدمها برضو على مية الصرف الصحي، مية الصرف الصناعي، مش مية بحر بس. يعني تحلية بتبقى يعني الاملاح بس. فانا باخد المرحلة الاخيرة دي اللي هي التبخير للاملاح فعلا بس. لكن قبل كده بتخلص بقى من الاورجانيك ماتيريالز والحاجات التانية اللي موجودة في المية. يعني بتتكلمي كده اورجانيك ماتيريالز، يعني ممكن للصرف الصحي كمان. ما انا بقولت اي نوع مية. اي نوع ميه؟ ما شاء الله. تم تجربه الاختراع ده؟ انا جربته وطلعت نتائج والنتائج متوثقه الحمد لله. طيب هل في اي جهات تواصلت معاك علشان تطبيق الاختراع ده داخل مصر حتى او بره؟ في شركات خاصه. من مصر ولا من بره؟ في من بره وفي من مصر.
في من ألمانيا، في من أمريكا، في شركة أمريكية مصرية. قالوا لك ايه بالظبط يعني؟ كلميني احكي لي. لا الفكرة ان هم عادي كانوا عايزين هياخدوا المشروع، هياخد هيكون عليه نسبة في البداية، ان هم ان انا اديهم الفكرة ونسبة في المبيعات. ونسبة في المبيعات بس ما كانتش يعني الشركات اللي بره ما كانوش هيطبقوها في مصر، فانا رفضت الفكرة دي لان انا اصلا عاملاها لمشكلة مصرية. مع ان هيجيلك فلوس كتير. هي كانت فلوس كتير الصراحة. بس في مصر ما فيش حد وصل الجزئية دي. هم يعني فعلا السعر او يعني الفلوس ما وصلتش زي اللي بره، بس انا شايفة المشروع هينجح اكتر في مصر، يعني انه بيتكلم عن مشكلة مصرية. حلو قوي. الجهات اللي كلمتك في مصر مين عشان المشروع ده؟ لا هي شركات يعني. طيب ماشي. الشركات ما فيش جهة حكومية يعني؟ لا. طيب لما انت قابلت الرئيس السيسي هل اتكلم معاكي في الجزئية دي او لا انا ما اتكلمتش في مشروعي خالص مع سيادة الرئيس، انا اتكلمت عن مشكلتنا عامة، لان انا مؤمنة ان انا مشكلتي كتطبيق مشروع اي شركة هتقدر تحلها لي، لكن احنا كفئة بحث علمي محتاجين الحكومة علشان تكون جنبنا. يعني ايه المشاكل اللي قدامكم كبحث علمي؟ احنا فيش حد بيعترف بينا علشان احنا سننا صغير. لما يبصوا 17 سنة يعني هيقولوا ان الاختراع ده يعني بتاع طلبة، فيعني مش هيبصوا له ومش هيديله اهتمام. والمراكز البحوث وكده مش بيدونا فرصة ان احنا حتى نكمل شغلنا بسبب سننا يعني. طيب قال لك ايه الرئيس؟ والله انا فهمت ان في اولويات، يعني ان هم يعني فكرة التعليم والبحث العلمي هيشتغلوا عليها، بس في حاجات قبلها يعني مهتمين بها اكتر. يعني زي ايه مثلا؟ زي الاقتصاد والطاقة، بس انا شايفة ان احنا نقدر نحلهم بال هو الرئيس قال لي كده، قال لي كده مباشره ان في اولويات يعني اولى من البحث. هو قال لي احنا شغالين، بس اللي هو مش الحاجه اللي مركزين عليها حاليا. لكن شغالين فيها. هي ملفات بالتاكيد، يعني ملفات ورا بعض. يعني هو في خطه معينه هم ماشيين عليها يعني. ده الموضوع كله. هي البحث العلمي خلي بالك ان هو في الدستور زادت الميزانيه بتاعته، صحيح مش اللي احنا بنأملها او اللي احنا بنتمناها زي ما اسرائيل جارتنا او دول تانية حتى، ولكن ماشيين في واحده واحده. حتى لو نسبته زادت احنا برضو مش شايفين نتيجه، يعني احنا مش شايفين نتيجه اصلا بالنسبه القديمه، عشان يعني احنا مش محتاجين كتير في الميزانيه، بس احنا محتاجين اهتمام، ما طلبناش دعم مادي، احنا محتاجين اهتمام بينا. محتاجين اهتمام بيكم مش لازم دعم مادي. ما يعني احنا يعني عشان نوصل للفكره وعشان نشتغل على المشروع بنقدر، وفي حاجات كتير في مصر ممكن وزاره البحث العلمي او الاكاديميه توفرها لنا من غير فلوس. الفكره ان احنا بنصرف من معانا، وفي الاخر كمان مش بنلاقي حد يبص لنا ويشوف احنا عملنا ايه. يعني تواصلت يا ياسمين مع الشركات المصريه الخاصه اللي انت قلت عليها وخلاص هتتفقوا ولا لسه لغايه دلوقتي مفيش اتفاق؟ هي الفكره ان انا مستنيها، بس انا في ثالثه ثانوي، فانا مستنيها علشان طبعا انا فكره ان انا اتفق يعني همضي على عقد في ديدلاين ان انا هسلم فيه في وقت معين. فانا في ثالثه ثانوي مش ضامنه وقتي دلوقتي ان انا اسلم في وقت معين يعني، فانا قلت اول ما اخلص ان شاء الله همضي يعني. بشكرك يا ياسمين، بشكرك شكرا جزيلا. وانت واجهه يعني حتى لو كنت في ثالثه ثانوي وصغيره في السن، بس يعني واجهه مشرفه. اتمنى يعني رؤيه من الدوله، لان دول يعني بيشرفونا، مش يعني مش بس هنا، بيشرفونا بره كمان. خدت المركز الاول في مسابقه عالميه من احسن المسابقات او من اكبر المسابقات، مسابقه انتل، وكانت بتقام في دوله اوروبيه وفيها اكتر من 70 دوله، خدت فيها يعني المركز الاول. واختراع بتقيمه وقيمته الشركات الخارجيه قبل الداخليه، وعرضت عليها اموال ان هي تطبق الموضوع ده، وهي رفضت. هي عايزه تطبقه في مصر. انا زي ما قلت لحضراتكم اسرائيل اللي جنبنا يعني عدوتنا في الاول وفي الاخر، جارتنا صحيح بس عدوتنا، يعني عندنا حروب كتيره معاه لغايه دلوقتي. فاسرائيل البحث العلمي فيها بيوصل لكذا في المية من ميزانيتها السنويه، احنا لسه بنتكلم في اعشار من 100%. ف انا اتمنى طبعا ان الموضوع ده يزيد، زي ما قلت لحضراتكم في الدستور المصري زادت يعني الفترة اللي فاتت ميزانية البحث العلمي، بس مش ده المأمول. احنا نتمنى واحدة واحدة. طبعا في ملفات تانية زي ما قال الرئيس لياسمين، ملفات تانية اهم دلوقتي، اللي هو المواطن المصري عايز يشوف بسرعة ايه المردود اللي يقدر يحس بيه، مردود اقتصادي يحس بيه، المعيشة تبقى احسن. بس في نفس الوقت مش هنقدر نطور صناعتنا، مش هنقدر نتحسن غير بالبحث العلمي. اتمنى في المستقبل ان شاء الله. طيب من ياسمين اللي مشرفانا في الداخل وكمان في الخارج، خلينا نروح لحاجة تانية، واجهة تانية مصرية برضو مشرفانا في الخارج في دول العالم. العالم الكبير المصري هانس ويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية في جامعة أخن في ألمانيا. العالم ده أطلق عليه الألمان لقب منقذ نهر الراين. برنامجنا
مصر في أسبوع حاور العالم المصري الكبير وسأله عن رأيه في أزمة سد النهضة الإثيوبي اللي بنعيشها دلوقت، وكمان تلوث نهر النيل. يا رب نلاقي عنده حل للأزمتين دول. السد طبعا هيكون ليه تأثير، للأسف هيكون ليه تأثير سلبي على حصة مصر في المية، وطبعا ده بيعتمد أساسا، ما أعتقدش أن أنا أقدر أقول لك ولا أي متخصص يقدر يقول لك كام نسبتها، إلا إذا قلنا إثيوبيا هتقرر تملى الخزان في كام سنة. فلو إثيوبيا قررت مثلا تملى الخزان في 7 سنين، بنقول تقريبا هيبقى في عجز مائي أو هتقل حصة مصر بنسبة 10%. المفاوضات بتحتاج نفس طويل، لكن للأسف الوقت مش في صالحنا. كل يوم بيمر كل ما إحنا الخسرانين، كل يوم ما بيمر كل ما إثيوبيا هي الكسبانة. فأعتقد لازم نبقى محددين أكتر في المفاوضات. أعتقد المفاوضين المصريين بيعملوا كل اللي يقدروا عليه. أعتقد برضو أن إحنا محتاجين يكون عندنا جبهة من العلماء والخبراء في ظهر المفاوض المصري. يعني لازم يبقى عندي زي لجنة قومية لنهر النيل، مش لجنة من اللجان اللي بتجتمع وتقعد تستهلك في الوقت، لا، لجنة قومية من علماء وحكماء في القانون الدولي وفي هندسة المياه، ويكونوا بيمدوا المفاوض المصري على أسرع وقت بالمعلومات وبالحقائق وبالأرقام، بحيث ان هم يسهلوا المهمة. اعتقد ان كل الناس عارفة ان بيتم إلقاء المخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي فيه. اعتقد في الفترة الأخيرة الحكومة قايمة بمجهود قوي ان هي بتعمل فعلا عدد كبير من المخلفات ومنع يعني الصرف على مياه النهر، لان غريب جدا وصعب جدا انا اتخيل ان المياه اللي بتخرج من المطبخ بتاعنا والمياه اللي بتخرج من المصنع اللي كلها ملوثات ترجع للنهر اللي احنا هنرجع نشرب منه. حاجه عجيبه جدا بصراحه، وانا دايما ما بشوفش مسؤول واحد، احنا كلنا مسؤولين على كده. المانيا كان عندها المشاكل دي كلها، يمكن مش بالكم اللي عندنا ده، ولكن لما قررت المانيا ان هي تعيد للرهبة للنهر نفسه ان هو محدش يلقي فيه لا مية ولا مخلفات، قدرت ألمانيا تعمل كده، قدرت بالقانون وبتطبيق القانون وبمجهود فني. يمكن كان ليا الشرف ان انا شاركت فيه مع فريق كبير، ان احنا كنا بنعمل نماذج رياضية ونماذج على الكمبيوتر، ان احنا بنقول لهم ايه الاجراءات اللي المفروض تتعمل علشان نرجع مية النهر تاني للعزوبة بتاعته. والحمد لله مية النهر الراين دلوقتي يمكن من أنقى المياه الأنهار، وكل شيء ممكن نقدر نعمل كده النهر النيل، بس محتاجين إرادة. منقذ نهر الراين العالم المصري الكبير الدكتور هاني سويلم بيتكلم على مية النيل، تلوث المية، بيتكلم على أمور كتير إحنا بنعيشها، يعني ازاي نقدر نحول المياه اللي طالعه مننا انها ما تلوثش نهر النيل. احنا مش بنتكلم على تلويث نهر النيل حتى، احنا بنتكلم على ري مباشر للمزروعات اللي احنا بناكلها بمياه الصرف الصحي. ده يعني شيء يعني ابعد ما يكون للتخيل، انت تاكل حاجه مرويه مباشره من المصارف اللي هي مصارف الصرف الصحي، ومفيش كلام من الدوله او في وقف للموضوع ده. طبعا المزارعين اللي حوالين الموضوع ده مجبورين، مفيش ميه بتوصل لهم، فبالتالي اقرب وسيله ميه بتكون المصرف اللي جنبهم بيروا منه الاكل اللي احنا في الاخر بناكله من الصرف الصحي. عندنا خبرات كبيره سواء ياسمين او الدكتور هاني، ليه مش بنستفيد من الخبرات دي؟ بدل ما تسافر بره، الدكتور هاني سافر بره وسموه منقذ نهر الراين في المانيا. عندنا ياسمين لسه بنتنا، هي صحيح 17 سنه بس ما يعني ما نقيدهاش بالبيروقراطيه اللي موجوده، 17 سنه وسن مش قانوني وثالثه ثانوي، علشان كده ما نوقفها شويه. اتمنى يبقى في كلام عن الموضوع ده. طيب النهارده وزير الخارجيه سامح شكري قابل الممثله العليا للامن والسياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موجريني على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ في ألمانيا. تناول الاجتماع تطورات الأزمة السورية والنتائج اللي خرج بيها اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا امبارح، وكمان الإسراع في جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. شكري كمان التقى مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، وبحثوا الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وإيطاليا، وكمان تناولوا تطورات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيليني من أسبوع في مصر، والتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين لكشف ملابسات الحادث.
طيب بينضم لي عبر الهاتف سعادة السفير أحمد القويصني مساعد وزير الخارجية السابق. سعادة السفير أهلا وسهلا بيك معنا في مصر في أسبوع. أهلا بيك. أهلا بيك. شايف إزاي الجولات المكوكية بتاعت وزير الخارجية بعد أمريكا وبعد لقاءات مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ومع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وعدد كبير من المسؤولين الأمريكيين دلوقتي موجود في أوروبا في اتقابل مع فيدريكا موجريني واتقابل كمان مع وزير الخارجية الإيطالي، شايف إزاي هذه الجولات المكوكية؟ يعني نشاط للدبلوماسية المصرية نشاط خارجي طبعا تجاوبا لما يحدث على في الإقليم العربي أو في الشرق الأوسط من أحداث. طبعا واضح أن وزير الخارجية الإيطالي ولو أن الأمر له شق ثنائي فيما يتعلق بالطالب الإيطالي الذي عثر عليه مقتولا في مؤخرا جوليو ريجيني، وايضا ايطاليا لها مصالح كبيره جدا على الضفه الاخرى من المتوسط ليبيا. في ليبيا تحديدا وربما اثير احد اهم الموضوعات الوضع في ليبيا وحكومه الوفاق الوطني واستهداف داعش لليبيا كمقر جديد او مركز جديد لتنظيم داعش ونقطة جديدة يتم تشكيلها لينطلق منها الإرهاب مستهدفا أوروبا والعالم. طبعا هناك نية معلنة لبعض الدول الأوروبية أو الدول الغربية لعمليات عسكرية في ليبيا لحصر واحتواء. سعادة السفير لغاية دلوقتي احنا بنسمع كلام سعادة السفير احنا لغاية دلوقتي عمليات برية في ليبيا احنا شايفين لغاية دلوقتي كلام ما فيش حاجة يعني تطورت إلى أرض الواقع زي ما حصل في سوريا والعراق. هما هناك مسعى سلمي لتشكيل حكومة وفاق وطني تتعثر. الأفضل أنه إذا كان هناك عمليات تأتي فيكون بموافقة وطلب ودعم الحكومة الجديدة المشكلة مثلا. إنما عدم اكتمال تشكيل هذه الحكومة ربما أعاق أو أجل نية التدخل العسكري في ليبيا. بس احنا امام مأزق دلوقتي يا فندم، احنا امام مأزق ان المسؤولين الليبيين نفسهم في الحكومة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي بيتكلموا على ان في هجرة جماعية دلوقتي للمتطرفين من سوريا لليبيا. ايوة كلنا نشهد هذا وكلنا نعلم هذا، ومصر لها مصالح قوية كبيرة جدا على حدودها الغربية، وأول نشاط لهذا التنظيم سيستهدف مصر بالتأكيد. البوابة الغربية لمصر مهددة، مصر لها موقف ولها وجهة نظر فيما يعني فيما يتم التفكير فيه من جانب الغرب إزاء ليبيا وإزاء داعش. مصر تتحفظ على هذه العمليات ولا تشارك فيها مثلا. وبالتالي يستلزم الأمر أن تنشط آليتنا الدبلوماسية ممثلة في وزير الخارجية يقابل وزراء خارجية آخرين أوروبيين وغربيين لطرح الموضوع والتأكيد على وجهة نظر مصر. طيب سعادة السفير يعني أنا بيخصني ليبيا بالأساس لأن هي يعني زي ما بيقولوا ظهرنا، فزي الخنجر اللي موجود في الظهر الجماعات الإرهابية اللي موجودة على الحدود في ليبيا. إحنا بنتكلم دلوقتي على وزير الدفاع الإسباني وكان وزير الدفاع الإيطالي قبل كده برضو اتكلم على ضرورة يعني بعث يعني قوات برية إلى ليبيا علشان ضرب المتطرفين داعش اللي أصبح دلوقتي بيستوطن في سرت وفي وسط ليبيا. ده لغاية دلوقتي ما تطبقش ليه؟ ما عايزين حاجة على أرض الواقع. ما بس هو أعاق هذا الموضوع يعني أنت لديك مسعيين سلميين، أحدهم الحكومة الوفاق التي تتم المساعي لتشكيلها الآن في ليبيا وتتعثر، وأيضا ما أذيع وما أشير إليه إلى آلية اتصال ما بين الجماعات المعارضة والحكومة المقاهية في دمشق نظام بشار الأسد. أيضا هذه تعطلت أو تباطأت أو توقفت.
طيب. اتمنى ان احنا نشوف ده على ارض الواقع مستقبلا باذن الله. سعاده السفير احمد القوسني مساعد وزير الخارجيه السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب من الكلام على ليبيا وعلى سوريا ونروح لجيراننا الفلسطينيين، اخواتنا الفلسطينيين، معبر رفح البري لرفع المعاناه عن الاخوه الفلسطينيين. يعني السلطات المصريه قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزه بكره بمشيئه الله وبعده، يعني السبت والحد هيكونوا مفتوحين ان شاء الله امام حركه المسافرين من كلا الاتجاهين، من مصر لغزه ومن غزه لمصر، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت اخر مره اتفتح فيها معبر رفح في يوم 4 ديسمبر الماضي، وكان لعبور العالقين والحالات الانسانيه. طيب احنا لمزيد من التفاصيل ومعلومات اكثر عن هذا الامر بينضم لي عبر الهاتف سياده اللواء سيد علام مدير معبر رفح. سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك معنا في مصر في أسبوع على تين تي في. أهلا وسهلا، تحياتي. أهلا بيك يا فندم. تفاصيل أكتر إن شاء الله. سيتم فتح المعبر خلال اليومين اللي جايين 13 و14 إن شاء الله في كلا الاتجاهين، المسافرين من غزة والقادمين من غزة بإذن الله، وده يبقى جميع الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة اللي عندهم امتحانات داخل مصر بإذن الله. الطلبة اللي عندهم امتحانات في مصر والعالقين والحالات الإنسانية وجميع الحالات الإنسانية. تمام. يعني بالنسبة من امتى لامتى يا فندم بالظبط؟ 13 و14 السبت والحد يومين اثنين. ابتداء من الساعة كام لغاية الساعة كام؟ الساعة 8 صباحا بإذن الله. الساعة 8 صباحا وهينتهي الساعة 6 مساء. 6 مساء عشان اخواتنا الفلسطينيين اللي موجودين في مصر او حتى موجودين في قطاع غزة وعايزين يعبروا في المنفذ البري. طب خلينا نروح مع حضرتك لجزئية تانية يا فندم. من اسبوع بالظبط يعني كان في خبر معانا عن وجود بسم الله الرحمن الرحيم، كان موجود نفق تحت معبر رفح الحدودي، عايزين تفاصيل اكتر عن الموضوع ده يا فندم. كان نفق كبير حتى. لا، تحت المعبر مش لا توجد انفاق تحت المعبر. هو كان الخبر كده؟ لا، يمين واسفل المعبر ممكن، لكن تحت المعبر مباشره ما فيش اي انفاق تحت المعبر، ما كانش موجود الهيان. طيب احنا كنا بنطمن من حضرتك، يعني حضرتك كده نفيت الموضوع وقلت ان هو يمين او يسار بعيد عن المعبر، ولكن ما فيش تحت المعبر نفسه. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا للسيد اللواء سيد علام مدير معبر رفح الحدودي. نروح للرياضه. الاسبوع اللي فات كان في القمه رقم 111 بين الاهلي والزمالك. محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك اجتمع مع اللاعبين لاعيبه الزمالك لعلاجهم نفسيا بعد الهزيمة أمام الأهلي في استاد برج العرب في اسكندرية. صلاح طالب لاعبيه بطي صفحة الهزيمة والتركيز في الماتشات المقبلة في الدوري العام، وبالأخص أن الفارق بين الأهلي وبين الزمالك في النقط وصل لسبع نقاط. أما عن الأهلي فبتتجه النية داخل إدارة النادي الأهلي لاستمرار عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو مدير فني للفريق بعد النجاحات اللي حققها في الفترة القصيرة اللي فاتت. حضراتكم بالتأكيد تابعتوا الماتش يوم الثلاث اللي فات وتابعتوا، مش هوصف طبعا الجول الأول اللي البعض وصفه بالتاريخي لإيفونا، والجول الثاني برضو اللي البعض يعني وصفه بأنه جول رائع، بس هل ده مرة تانية عودة لجماليات لعب النادي الأهلي؟ وهل ده هيقدر يعني 2-0 نقدر نقول أن النادي الزمالك هيكون فيه نقدر نقول ان الزمالك باذن الله هيعود لمستوى مره تانية هيقلص الفارق بالسبع نقاط، ولا النقاط دي هتزداد في الفتره المقبله؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا على الهاتف السيد مؤمن الجندي الناقد الرياضي. اهلا بيك يا استاذ مؤمن. استاذ كمال تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل ولكل مشاهدي مصر في اسبوع قناه تاني. اهلا وسهلا بيك يا فندم. شفت ازاي الماتش اللي فات، وهل ده هياثر سلبيا ولا ايجابيا على الزمالك؟ لا، خلينا نتفق طبعا في البدايه ان مباريات القمه دايما بتكون ليها حسابات اخرى ما بين الفريقين، وطبعا ما بتكونش مرتبطه حتى بمستوى الفريق قبل مباراه القمه. المباراه طبعا في النهايه مباراه بثلاث نقط، يمكن وسعت الفارق شويه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك لسبع نقاط. نادي الزمالك بالتاكيد تاثر نفسيا، يمكن كابتن محمد صلاح زي ما حضرتك ذكرت عقد جلسه مع اللاعبين قبل التدريب النهارده. كان فيها بعض الرسائل طبعا طلبهم بالتخلي بالروح القتاليه والاصرار واللعب برجوله في المباريات القادمه، وطلب منهم طبعا غلق صفحه مباراه القمه، وكمان اكد على ضروره الفوز على وادي دجله في المباراه المقبله لمصالحه الجماهير.
اعتقد نادي الزمالك يعني هيثير خلال الفتره لو حصل شويه استقرار داخل نادي الزمالك هيثير بشكل كويس خلال الفتره القادمه، خاصه ان نادي الزمالك طبعا فريق كبير وضم لعيبه ونجوم عنده لعيبه يعني تقدر تشيل فريق بحجم نادي الزمالك. طب في انباء بتتكلم على ان يعني في مدير جديد للتدريب في نادي الزمالك، يعني شايف ده ازاي؟ الكلام ده حقيقي ولا يمكن طبعا نادي الزمالك طبعا والنادي الاهلي الاثنين بيبحثوا عن مدير، فكل واحد بيبحث عن مدير، بس النادي الاهلي يعني نوع ما استقر مع كابتن زيزو يعني بعد النتيجه، ويمكن مستقر لحتى نهايه الموسم، ولكن طبعا برضو عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي بيبحث عن مدير فني اجنبي، ده شيء لا خلاف عليه يعني. انما نادي الزمالك طبعا في اثنين مدربين شبه استقرار عليه داخل مجلس اداره نادي الزمالك، والاثنين طبعا كانوا مدربين لتوتنهام الانجليزي السابق الانجليزي ريدناب والهولندي مارتن يول. الاثنين دول يمكن مارتن يول اللي هو اقرب شويه لنادي الزمالك اللي هو طالب 120,000 دولار، وبرده ريدناب طالب 120,000 دولار، اعتقد او شبه الاكيد داخل نادي الزمالك ان اي مدير فني من الاثنين دول لو قلل شويه المقابل المادي اعتقد ان اي حد من الاثنين هيكون مديرا فنيا لنادي الزمالك. طيب احنا كنا بنتكلم على ان في قرار من مجلس اداره الزمالك بان مفيش مستحقات ماليه لاخر الموسم، شفت ده ازاي؟ بالظبط. يمكن دي هل ده هيرجع يعني الحاله النفسيه مره تانية ولا هيزيد الطين بله زي ما بنتكلم بالنسبه للعيبه؟ لا اشوفه هو اعتقد من وجهه نظر ان هو استكمال برضو القرار يعني مؤقت لحين تحسن النتائج مره اخرى، ان الزمالك يبتدي بس يكسب مباراه حافز ليهم يعني. بالظبط يا فندم. يعني هو قرار مؤقت، وجهه نظر الشخصيه طبعا هو قرار مؤقت في حين تحسن النتائج مره اخرى ستعود المستحقات الى مجاريها. طب انت كناقد رياضي شايف ازاي سبب الهزيمه؟ الكره مكسب وخساره احنا متفقين طبعا، بس في سبب. سبب الهزيمه من وجهه نظري الفنيه في المباراه، النادي الزمالك كابتن احمد حسام ميدو ما عدش اللاعبين زي ما بنقول كده ذهنيا، او يعني في طبعا في لياقه فنيه وفي لياقه بدنيه وفي لياقه ذهنيه داخل الملعب. اعتقد ان لاعبي نادي الزمالك ما كانش عندهم اللياقه الذهنيه اللي هي تتلخص في التركيز داخل الملعب، ما كانتش موجوده، ما كانش في تحديد للاهداف في المباراه، ما كانش في استراتيجيه لخطه اللعب داخل الملعب. يمكن نادي الزمالك برضو ما عرفش يقفل على مفاتيح اللعب النادي الاهلي بشكل كويس، وفي نفس الوقت ما عرفش يستغل مفاتيح لعبه. دي يمكن دي كانت نقطه دي كابتن ميدو التحول في المباراه. تمام، في حاجه تانية؟ اعتقد لا، من وجهه نظر ان هي دي النقطه الرئيسيه في المباراه، ان كابتن احمد حسام ميدو ما قدرش يستغل مفاتيح لعب النادي الزمالك، عكس تماما كابتن زيزو قدر يوقف لعيبه النادي الاهلي في الملعب بشكل كويس جدا، تحركاتهم كانت شبه ممتازه، قفل على مفاتيح لعب النادي الزمالك، تغييراته كمان كانت تغييرات لغلق المساحات امام نادي الزمالك. يمكن كلنا شفنا محمود عبد المنعم كهربا يمكن كان ورقه رابحه لنادي الزمالك، اعتقد ان هو ما عملش اي حاجه اثناء المباراه. مش شايف ان عدم الاستقرار الخاص بالكوره في نادي الزمالك كل شويه تغيير مدير فني؟ يمكن ده شيء من عيوب الكره المصريه والدوري المصري حاليا يا استاذ كمان، يعني احنا دلوقتي اتغير مدربين كتيره جدا في الدوري المصري، وده شيء مش كويس لصالح الكره المصريه، ان المدرب كل ما يخسر ماتش ويتعادل ماتش المدرب يمشي، واخرهم طبعا كابتن فتحي مبروك. يمكن النتائج ما كانتش ماشيه معاه كويس في اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه بالمناسبه اتفق مع كابتن هاني رمزي لتولي المسؤوليه، لكن شيء مش كويس ان المدرب واللعيبه اللي معاه دايما تحس بالخطر ان هم في حاله الخساره او حاله التعادل هيحصل دايما اطاحه بالمدير الفني، اللعيبه ما بتكونش مستقره، والاستقرار في كره القدم هو اهم شيء بالنسبه للمدير الفني واللاعب. الكابتن مؤمن الجندي الناقد الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب فقرتنا فقره الانترو مشاهدينا الكرام خلصت النهارده، الفقره اللي جايه ان شاء الله هتكون فقره عن السكه الحديد. مش حادث امبارح هو كان السبب في الفقره دي، احنا ما كنا معدين مع فريق اعدادنا الفقره دي من اول الاسبوع، طبعا الحادث بتاع امبارح جه زاد الطين بله. السكه الحديد طبعا طلع تصريح امبارح من السيد وزير النقل قال ان احنا محتاجين بتاع حوالي 100 مليار جنيه علشان نطور السكه الحديد. حال السكه الحديد مشاكلها وعيوبها، لان هي
حتى لو فيها مشاكل فهي لغايه دلوقتي هي الوسيله الانسب والامن والاحسن اللي موجوده في مصر لغايه دلوقتي. حال السكه الحديد هنبحثه مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد فاصل قصيد بمشيئه الله. مشاهدينا الكرام، في مصر في اسبوع فقرتنا دي زي ما قلت لحضراتكم عن السكه الحديد، وللامانه زي ما قلت لحضراتكم ان احنا كنا مرتبين الفقره دي مع زملائي في الاعداد من اول الاسبوع. طبعا جه الحادثه بتاعت امبارح، قطر بني سويف زادت الطين بله زي ما بيتقال. السكه الحديد لغايه دلوقتي رغم كل الحوادث اللي بتحصل فيها واللي بتخوفنا نوعا ما، بس ما تزال لغايه دلوقتي هي وسيله المواصلات الافضل والاسرع والامن لناس كتير بيستخدموها يوميا، يروحوا من اشغالهم او من بيوتهم لاشغالهم ويعودوا مره ثانيه، او بيسافروا يستجموا او يروحوا في اي مكان. ما زالت لغايه دلوقتي رغم كل الحوادث دي هي وسيله المواصلات الانسب في مصر. وزير النقل امبارح قال يعني تصريح ضخم جدا ان هو محتاج حوالي 100 مليار جنيه للسكه الحديد علشان تطوير السكه الحديد. هنتابع مع حضراتكم ومع ضيف الكريم اللي بيشرفني في الاستوديو السكه الحديد الى اين؟ اساليب التطوير في السكه الحديد احنا ماشيين لغايه دلوقتي لفين؟ احنا تاني اقدم سكه حديد في العالم بعد بريطانيا، يا رب نوصل مره تانيه للرياده في السكه الحديد. بيشرفني في الاستوديو مصر في اسبوع الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه وعضو لجنه الخبراء في وزاره النقل. شرفني. اهلا بيك استاذ كمال. اهلا بيك كل اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب اسمح لي قبل ما نتكلم على السكه الحديد نشوف احوالها من خلال التقرير اللي جاي. حادث جديد يضرب السكك الحديدية في مصر بعد انقلاب قطار في محافظة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 70 شخصا دون وقوع وفيات. تسبب حادث قطار بني سويف في تحقيق السكة الحديد أعلى معدل تأخير في الفترة الأخيرة، وبلغ متوسط التأخيرات لقطارات الوجه القبلي البالغ عددها 76 قطارا نحو 400 ساعة لجميع القطارات بمتوسط 5 ساعات للقطار الواحد. مصادر بهيئة السكة الحديد أكدت أن الهيئة أصدرت تعليمات بتخفيض القطارات سرعتها في أثناء عبورها في منطقة الحادث، فيما أكدت هيئة السكة الحديد عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالكامل غدا السبت، وذلك بعد فحص وإصلاح السكة. النيابة العامة أمرت بحبس سائق قطار بني سويف وعامل البرج 4 أيام في حادث انقلاب القطار رقم 993 المتجه من أسوان إلى القاهرة، وانتدبت النيابة لجنة من هيئة السكة الحديدية لمعرفة أسباب الحادث، فيما عادت حركة القطارات الوجه القبلي إلى طبيعتها ظهر أمس بعد تأخر 42 قطارا نحو 5 ساعات. وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي انتقل إلى موقع الحادث حيث اعتذر للمصابين عن سوء حالة السكة الحديد متعهدا بإجراء حلول جراحية للأمراض المتوارثة والمزمنة بها. واعتبر وزير النقل أن حوادث القطارات والنقل هي نتيجة طبيعية لأربعين عاما من الفساد، ويرجع سببها لعدم صرف أموال على الصيانة. وأكد وزير النقل أن وزارته تحتاج إلى 5 مليارات جنيه لاستكمال الخطة العاجلة في مشروعات النقل والقضاء على مشاكل حوادث الطرق، إضافة إلى 50 مليون دولار لإصلاح 70 جرارا. حادثة تلو الأخرى وما زال نزيف دماء المصريين مستمرا، سواء عن طريق حوادث الطرق أو عبر قطارات السكة الحديد. فهل تطرح الحكومة حلولا جدية في مواجهة تلك الحوادث، أم يستمر الإهمال في حصد أرواح المصريين؟ مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معانا في مصر في اسبوع على تين تي في. دكتور سعد اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ. نبدا منين؟ السكه الحديد هم كبير. هي من افضل وسائل المواصلات لغايه دلوقتي، بس هم كبير بشهاده وزير النقل نفسه. نعم. احنا نبدا من الجرارات ولا من السكه ولا من المزلقنات ولا من ايه ولا من الاداره؟ شوف هقول لك، احنا نبدا من اعتذار السيد الوزير للشعب، ثم اعترافه بأن الوزارة مش الملف السكة الحديد بس، الوزارة فيها ملف فساد عميق ومعقد وشائك. فساد طبعا، مش احتياج، مش احتياج للأموال. ما الاحتياج فساد. ما أنا هاجيلك في الكلام. ما هو معنى أنك أنت النهاردة محتاج، لأن الفترة اللي فاتت أنت ما قدرتش تصلح ليه، لأن كان في ملفات كتيرة فيها فساد. وعلى فكرة مش بس على مستوى وزارة النقل، مصر، ودايما بقول مصر كان فيها او تحولت من فساد الاداره لاداره الفساد. كل المؤسسات الدوله بكل هياكلها التنظيميه
أصيبت شرايينها وأوردتها بنوع من الجلطات فأدت إلى ما نحن فيه الآن مبدئيا كل مؤسساتك. يعني زراعة ملفات الفساد كبيرة وعميقة. تزعل مني تزعل مني في الأول لو عملت كل شيء كلوب في بعض هيقول إن أنتوا في الأول كده بتهربوا من المسؤولية. لا لا ده أنا لسه ما الهروب لسه الآخر تحكم إن كنت بهرب ولا لا. طيب ماشي. لكن أنا قاعد معك في الأول أنت ما كانش عندك وزير قبل كده بعتذر للشعب. ما كانش عندك وزير عنده جرأة إنه يطلع ويعترف بأن هو متحمل المسؤولية وإن هناك أخطاء كبيرة مش في السكة الحديد بس. في كتير من ملفات الوزاره وبعدين ده كان في ده جزء خد خط الاستقاله اعتذر لا لا لسه شوف اقول لك لا استنى بس عشان انت اسهل حاجه ان احنا اسهل حاجه ان الوزير يقدم استقالته. على فكره الوزاره ما هيش تشريف حمل كبير والنهارده ما عندكش بدل الوزير زي زمان في 2 و3 لان حصل اقصاء ال 20 سنه الماضيه استاذ كمال وانا راجل بتاع اداره بتكلم من خلال خبرتي في مجال الإدارة كل حد في مصر ينفع يبقى رقم واحد لازم يمشي فحصل نوع من التجريف للقيادات في مصر فأسهل حاجة نقول لسعد الجوشي امشي هيمشي من غير حاجة لكن بما ان احنا مش اللجنة احنا كمصريين وده تخصصنا عذر احنا بننتقده دلوقتي بس كنا بنشيد به ايام ما كان ماسك الطرق والكباري وهتشيد به يعني وقت الحسن بنقول حسن شوف. ووقت الشيء اللي فيه نص ونص احنا بنتكلم برضه واحنا يعني مش بندافع مش هنبقى معاه احنا يعني حياديين في معاك. هذا الامر ده مطلوب منك مطلوب منك الكلام ده لكن مطلوب برضه مننا ان احنا نوضح للناس الموضوع ايه وليه وصلنا لغايه كده والاهم بقى هل انت عندك منظومه تغيير او خطه تغيير او رؤيه رؤيتك واضحه زي ما انت شايف الماضي الاسود في الملفات عندك هل انت عندك رؤية تنهي بها هذه الملفات او على الاقل تحطها بين قوسين وتبدأ تشتغل بمنظومة جديدة هو ده الفرق وانا بعتقد شوف احنا قلنا الاول الوزير اعتذر وده في حد ذاته ثقافة جديدة اعترف بان عنده مشاكل تراكمية وصلت الى حد الكوارث ونتيجتها اللي احنا فيه وده برضو ثقافة جديدة الجديد بقى اللي احنا بنشارك فيه وشرف لأي مصري نشارك فيه انك بتعمل قيادة تغيير جديدة للمنظومة بالكامل بمعنى ليه احنا بنقول التعليم فيه فساد والزراعة فيها فساد والمحلات فيها فساد والنقل فيها فساد لان كانت الدولة عليها انها تدبر لك الخمسين ستين مليار اللي انت محتاجهم وتدهم لك في موازنة وانت تشتغل بيهم تصرفهم اينما كان لكن الدولة ما بتلزمكش او النظام لا يسمح لم يكن فيه ما يسمح ان هي انك تسال في النهايه انت صرفت في ايه؟ الاول ايه خطتك اللي هتصرف فيها؟ وبعدين تيجي في الاخر تقول لك انت صرفت فيها والناتج كان ايه؟ او نتيجه الاستثمار ده كان ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده. انت النهارده اللي انت بتشتغل عليه انك تشتغل بالاهداف، الاداره بالاهداف. انت دبر امورك انت اللي هتدبر قروضك او استثماراتك لان في جزء يبقى بقرض وجزء يبقى باستثمار وهتفتح سكه تانية لان لا. سمعنا في الاسبوع اللي فات عن او الشهر حتى اللي فات عن ان في البنك الدولي هيخش بفلوس وبيحاول ان هو يسيطر مره تانية ده بيتكلم من 2006 بيحاول ان هو يسيطر على السكه الحديد بالاضافه لان في كلام على ان في شركه اجنبيه هتخش في الاداره فواحده واحده الخصخصه لا لا, لا لا مش خصخصه استنى بس استنى ما تستعجلش استاذ كمان انا مش مستعجل بس يعني كلمه المانع دي بتخوفني المانع لا احنا شوف لك الحاجه احنا كلنا احنا ما بنشككش في وطنيه حد ومحدش يزايد على حد وبعدين كلنا مش كلنا انبياء احنا هي مش وجهات نظر كمان لا دي حاجه علميه ماشي. انت بتقول رؤيتك ايه ورؤيتك بتتضمن على خطتك الخطه اللي انت هتشتغل بيها احتياجاتك ايه في النهايه هتوصل لايه والناتج هيبقى ايه اللي انا هحاسبك عليه وفي معايير للمحاسبه ده جديد يعني الاول كنت بتاخد قرض بيروح على وزير الماليه الموقع عليه بتجي لك الفلوس انت ما تعرفش حاجه خالص عن الجزء الاولاني ما انتش مطالب بانك تقول ان انا خدت قرض وصرفته في كذا وكذا ونتيجته كذا وكذا ده كان الفساد لكن لما انا بقى في زي صفقه القطورات الجرارات اللي جت كانت جايه من امريكا وما عرفناش نستفيد بيها لانها كانت تقيله على السكه ما حدش يتحاسب فيها لا شوف انا بس ما توهنيش ما انا بقول لحضرتك على الفساد انا بقول لك لا يعني أمثلة. يعني انا عاوز احط قاعده بيني وبينك عشان ما نلخبطش الناس اتفضل احنا بنوضح امور عندنا جرأة ان احنا نقول ايه الموضوع الحاجه الثانيه ان لازم ناخد بالنا
ان في النهارده فريق عمل بيشتغل بقاله اكتر من شهر ونص من بعد ما جه السيد الوزير بشهرين تقريبا وانت شاهدت انه كان مدير طرق ناجح طبعا ووزير نقل ناجح مش وزير نقل ناجح هو قياده ناجحه ليه انا بتاع اداره مش مهندس ولا بتاع قانون انا بتاع اداره معايير الحكم على القياده مهارتين فارقتين بين قياده وقياده الرؤيه والقدره على صناعه القرار وجرأة اصداره هي دي اللي ما عادتش موجوده عندك النهارده لان الوزير بقى الإدارة السياسية عنده بقت غايبة مش موجودة ده اللي بدأ النهاردة نشوفه في بعض الوزراء الجدد الحقيقة ولذلك كان عنده جرأة إن هو يقول لك الله طب ما أنا الناس الأزمة اللي فيها سكة الحديد أو وزارة هي نفس الأزمة اللي بقالها 40 سنة مش هنقدر نطلع للناس ونقول لهم يا جماعة دي بتاعة السنين اللي فاتت طب ما احنا نعمل حاجة تانية هو يؤمن وده علم الإدارة إن من يصنع الأزمة من الصعب جدا إنه يشارك في حلها ليه؟ هو داخل الصندوق ويبقى حبيس هذا الصندوق بأفكاره وتوجهاته بكل العاملين الموجودين في الهيئة والمهندسين بكل ده هم جزء من الأزمة ولذلك فضل. ما أنا بتكلم في حل أنت مستعجل ليه؟ أنا عايز أوصل لنتائج النتائج يعني هي الهوية احنا تعبنا أول سنين اللي فاتت فعايز أوصل لنتائج عايز أشوف حاجة شوي. يعني نصبر شوي نصبر شوي برأي المواطن البسيط أنا عايز أشوف أمل لبكرة يعني اديني امل اولا واصبر عليك الامل في اللي بقوله لك ده ان بقى عندك النهارده لجنه من خارج خالص الوزاره حد حد بتاع قانون كويس حد بتاع اداره كويس حد بتاع الدكتور سامع عقيل بتاع طرق ودكتور مهندس هايل الحقيقه عندك يعني مجموعه الحقيقه مجموعه هايله من بره زائد الناس المسؤوله عن اداره هذه الهيئات مش السكه الحديد بس لا كل هيئات الوزاره وبيتم النهارده إعداد رؤية جديدة تحويل مؤسسة هيئات هذه الوزارة إلى كيانات اقتصادية يعني إيه كيان اقتصادي؟ يعني تعالى يا رئيس هذه الهيئة مدير هذه الهيئة قول لي رؤيتك إيه وهتنفذها إزاي ومحتاج لها إيه وفي الآخر اديني النتائج اللي أنت هتوصل لها وبيننا وبينك حساب ومتابعة ده النهاردة الأسلوب اللي معقول يعني القيادة بأسلوب اقتصادي مش بالدراع زي ما كانت موجوده قبل كده لا بشكل اقتصادي الهيئه السكه الحديد كل الهيئات انت عندك مش السكه الحديد بس السكه الحديد على فكره هيئه من هي هيئه ضخمه لكن في عندك النهري والبحري والطرق الكبار انا بتكلم على السكه الحديد اهم السكة الاول الحديد على شوف السكه الحديد فيها مشكله كبيره لازم احنا ناخد بالنا من المعطيات اللي موجوده عشان نشتغل عليها او البيانات اللي نشتغل عليها انت عندك 10000 تقريبا او 9507 وشويه ما يقرب من 10000 كيلو سكه حديد سواء فردي او زوجي او اماكن للتخزين تمام دي كلها تقريبا الصيانه فيها تكاد تكون منعدمه طول الفتره اللي فاتت ده واحد رقم اتنين عندك 808 جرار نصهم ما بيشتغلش مع العلم ان الجرارات لازم كل 3 سنين يتعمل صيانه واعاده تاهيل للجرار تكلفتها مليون دولار عندك القيادات نفسها بقى العنصر البشري أيوة. كان في عندك حاجه اسمها معهد التدريب بتاع الوزاره اتقفل من زمان مش من النهارده فلعندك لا كفاءات اداريه ولا كفاءات فنيه حتى على مستوى لا القياده ولا العماله النتيجه هتبقى ايه اللي انت شايفه ده من ستر ربنا اللي بيحصل عندك حادثه واحده والكلام ده احنا لازم عندنا جرأه ان احنا نقول للناس الكلام ده طيب دي حاجه محتاجه اداره قبل ما نحتاج فلوس يعني بنتكلم على معهد للسكه الحديد كان موجود واتقفل فتح دلوقتي لا انت طيب. دلوقتي عندك لا انت ده اللي كان موجود انت النهارده بتعمل عمليه احلال سريعه ورفع كفاءه سريعه لكل السكه الحديد اللي عندك الجرارات والعربات عملت عقود اوريدي بدات تشتغل مع الرومان والصينيين بالنسبه للمعهد اتفتح وفي احتمال يتعمل مدرسه لفنيه للسكه الحديد لان ما عندكش الكلام ده اما اسناد الاداره لشركه انجليزيه مش معناه انك بتخصخص الهيئه عشان بس ما حدش يفهم غلط ايه المانع انك انت تنفتح على الناس وتجيب حد يساعدك في لان البريطانيين هم ارباب السكه الحديد وعندهم النموذج ناجح ايه المانع انك انت تدخل معاهم في شراكه لمده معينه يأهل انت بتقول لك مشكلتك النهارده عندك ما عندكش قيادات يبقى الناس بيشتغلوا معاك بتاخد خبرتهم الفترة اللي فاتت كلها ما كانش في قيادات او توجيه لقيادات كمان انت عندك مصر كلها تم تجريفها مش وزاره واحده مصر كلها والاصعب من كده ان حتى الوزارات كل وزاره كانت بتشتغل لوحدها في جزيره منعزله انت النهارده حتى خطتك اللي احنا بنشتغل عليها النهارده او خطه قياده التغيير في الوزاره لكل الهيئات
انت بتحاول تربط حتى مع باقي الوزارات، مش باقي الوزارات بس، لا ده انت بتعمل خطه مثلا طرق بتربطها او عامل حسابك تربط بايه؟ طيب. بمحور قناه السويس، بطريق الصين الحرير الجديد، بالتكتلات الاقتصاديه في افريقيا، يعني حتى انت بتعمل انت نهايات طرفيه بتاعتك بتشبك بيها مع الاقليم بالكامل. طيب. دكتور سعد حضرتك ذكرت من شويه الدكتور اسامه عقيل استاذ النقل نعم. والطرق في جامعه عين شمس، هو بينضم لنا عبر الهاتف. دكتور اسامه اهلا وسهلا بيك معانا في مصر في اسبوع. اهلا بيك واهلا بالدكتور سعد. اهلا بالاستاذ الكريم. اهلا باستاذنا. اهلا بيك يا فندم. احنا بنتكلم على وضع السكة الحديد وحالها مش بسبب حادثة امبارح، احنا كنا موعدين الفقرة دي من اول الاسبوع، فمش بحادثة امبارح. وضع السكة الحديد مزري من فترة كبيرة، شايف ازاي الوضع حاليا؟ ويعني اولا الدكتور سعد قال الصيانة تكاد تكون منعدمة، في ازمة في الادارة في السكة الحديد، في ازمة فلوس، في حاجات كتير في السكة الحديد، شايف الوضع ازاي؟ ما هو الدكتور سعد تقريبا قال لك كل النقط كلها بمنتهى الدقه. يعني الدكتور سعد قال لك انه في انعدام صيانه وفي ازمه في الاداره واساسا المرفق نفسه مرفق النهارده وصل لحاله متدنيه جدا جدا جدا. معلش. وعليه ديون رهيبه وفوائد ديون وعليه مشاكل، وفي مشاكل كتيره جدا فيه. كل الكلام ده معناه ان المرفق نفسه في حاله صعبه جدا. يبقى عشان تقدر تصلح هذا المرفق الموضوع عايز وقت وعايز تمويل وعايز خطه طويله المدى، ما ينفعش بين يوم وليله تصلح السكه الحديد. المشكله كلها انه الدوله او المسؤولين او اي حاجه السابقين ما عالجوش مشكله السكه الحديد بالطريقه اللي نقول عليها الافضل والانسب. يعني انا معاك ان الهدم سهل لكن البنى صعب، يعني انا متفق في الجزئيه دي، بس امتى هنشوف الملموس ده يا فندم؟ هو اللي بيتبنى دلوقتي، والدكتور سعد كاستاذ للاداره يقدر يكلم سيادتك احسن مني فيها، اللي هو البناء الاقتصادي اللي بيتعمل دلوقتي. وزاره النقل بتعمل حاجه اسمها البناء الاقتصادي، اللي هي ايه؟ انها بيتحط استراتيجيه لقطاع النقل كله، والوزاره كلها مرتبط بدورها في الدوله ايه؟ ودورها في علاقه النقل كمان بالعالم الخارجي والاعمال اللوجستيه. الكلام ده لاول مره يتعمل في مصر، مش بس في وزاره النقل ولا في اي وزاره، انك انت بتشتغل باستراتيجيه وبتشتغل بسياسات واضحه بحيث ان الوزير يمشي يجي وزير ثاني يجي وزير ثالث يكمل عليه ويكمل الخطط اللي موجوده، خطط تنميه هتتحط واولويات للمشاريع، كل التكاليف ونمط استثمار، النمط الاستثمار الامثل لكل نوع من انواع المشروعات. هذا الكلام غير مسبوق، لم يحدث في اي حاجه. جزء من الوزاره هو قطاع السكه الحديد. قطاع السكه الحديد واخد اهتمام اكبر، ليه بقى؟ لانه هو اللي وصل لحاله متدنيه جدا. الخطه اللي محطوطه له خطه فيها جزء عاجل وفيها جزء متوسط وفيها جزء طويل الاجل. على اولا انت مستحيل تقدر تقضي على حوادث السكه الحديد، انما اللي تقدر تسعى له تقليل الحوادث، خلاص نقللها للمعدلات اللي هي زي معدلات الدول المتقدمه كلها. تمام. لو وصلنا لكده يبقى احنا نجحنا. الخطه اللي محطوطه واعتقد والدكتور سعد عارفها ومشارك فيها، هتوصلنا لمصاف في الدول الكبيره، ولكن الموضوع ما ينفعش بين يوم وليله. يعني ما ينفعش لما تحصل حادثه نقول خلاص بقى انسف كل اللي بيتعمل ده بقى ونشوف اي حل. لا، مش عايزين نبقى انطباعيين ولا نبقى انفعاليين. طيب دكتور اسامه، حضرتك بالتاكيد تابعت يعني مواقع الاخبار حتى السوشيال ميديا، ركزوا مع السكه الحديد في الفتره اللي فاتت وبالاخص على تصريحات وزير النقل عن المليارات الكثيره اللي محتاجها السكه الحديد، وبيقولوا ان ده تمهيد لخصخصه السكه الحديد او دخول شركات اداره اجنبيه للسكه الحديد.
أولا الناس فاهمة غلط. أولا ما فيش حاجة اسمها شركات إدارة. اللي جاي الناس فاهمة شركات الإدارة دي يعني خصخصة. لا، شركات الإدارة دي أولا دي مش بدعة. وزارة الطيران جابت شركة إدارة اسمها فرابور ألمانية، عبارة عن ثلاث أو أربع خبراء، كانوا ثلاثة خبراء، والثلاثة دول هم اللي كانوا بيساعدوا مجلس الإدارة في وضع خطط لإدارة السكة الحديد، إدارة على بإدارة رشيدة، وبحيث أنها تتخلص من المشاكل بتاعتها ويكون الإدارة بتاعتها بكفاءة اقتصادية عالية وكفاءة فنية عالية، وحققت نتائج كل حد بيها في وزارة الطيران. مش احنا بس في مصر اللي بنعمل كده على فكرة، يعني جميع دول العالم كلها بتستخدم إدارات متخصصة سواء أجنبية أو محلية لإدارة مرافقها. مطارات، نص مطارات أوروبا بتدار بشركات إدارة مش شرط تكون محلية. كويس. هذا الكلام لا علاقة له لا بخصخصة ولا بيحزنون، وما ينفعش كمان ولا تؤثر حتى على سعر زيادة سعر التذكرة. ده موضوع داخل لسياسة الدولة معايا. فإذا هذا الكلام غير، الناس فهمها غلط يعني. وبعدين نيجي لموضوع الخصخصة. خصخصة إيه؟ هي السكة الحديد تصلح للخصخصة في وضعها الحالي؟ طب يا ريت لو يجي واحد مستثمر يشيل السكة الحديد بحالتها دي اللي انتوا كلكم وكلنا عمالين نقول عليها متدنية وكذا وكذا، ويجي يصرف عليها. ليه يا ريت يا فندم؟ طب ما هو برضه الطرق احنا كنا بنقول عليها متدنية، وبدأ يبقى عندنا طرق محترمة برضه تبع وزارة النقل. تمام. طب ليه السكة الحديد ما تتعداش من جارتها؟ ليه السكة الحديد ما تتعداش من مترو أنفاق جارها اللي معاها في نفس الوزارة؟ المترو الأنفاق، معلش طب كويس انك جبت ده مثال. مترو الأنفاق قعد يدار سنوات بالفرنساويين وما شالوا ايدهم، والمصريين دخلوا ان انخفضت مستوى الخدمة. بص يا فندم، سهل جدا ان احنا نقول على نفسنا ان احنا اعظم ناس في العالم واحنا بتوع الإدارة. طيب السكة الحديد بتدار بقالها 100 سنة، بتدار خلينا نقول 30-40 سنة اللي فاتت، بتدار بالمصريين خبراء السكة الحديد والموجودين عندنا. النتيجة موجودة معاكم، عاوزين تستمروا على كده، ده قرار الشعب. والله هو أمل لينا يا فندم، وأمل لكل المصريين إن احنا نشوف السكة الحديد في وضع أحسن، لأن دي أحسن وسيلة مواصلات موجودة عندنا وبيعتمد عليها ناس كتير جدا من الموظفين ومن الطلبة اللي بيسافروا يوميا. فده يا أمل بس. أنت عاوز تصلح السكة الحديد صح؟ طبعا يا فندم. احنا شايفين عشان نصلح السكة الحديد حطينا لها استراتيجية. والله قبلت هذه الاستراتيجية؟ قبلت. ما قبلتش خلاص خلوها زي ما هي كده، تدار بالطريقة اللي هي فيها. مديونة للدولة 37 مليار وكذا. يا جماعة اذا كنا عاوزين نتقدم هي دي للرشدة، للسكة الحديد تتحول لاعظم سكة حديد في العالم. دكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبنوه مشاهدينا الكرام أن أي حد عايز يتواصل معنا عن طريق التليفونات اللي موجودة على الشاشة، كمان لو عايزين تتواصلوا معنا في الهاشتاج عبر الإنترنت أزمة النقل. بتنضم لي في البداية الأستاذة سلوى من الجيزة. أهلا بك يا أستاذة سلوى. مساء الخير حضرتك. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور سعد. أهلا وسهلا. مساء الخير يا هانم. انا اللي عايزه اوصله لحضرتكم مش عشان القناه دي، انا مش بنتقد القناه دي، هي قناه موضوعيه، بس انا عايزه اتكلم على، ارجوك من فضلك ما تقطعش عليا. براحتك يا فندم. عشان هم بيطلعوا في الفضائيات وبيكتبوا في الجرايد وبيهاجموا دولتنا، واحنا لما بنيجي نتكلم وندافع على جيشنا او شرطتنا او رئيسنا اللي انا ليا شرف ان ادافع عليه بروحي ودمي، اللي حمى عرض مصر وشرف مصر. انا معاكي، بس خلينا بس في نقطتنا السكه الحديد عشان نركز، عشان ما نطلعش في كذا حاجه. هي السكه الحديد اللي فيها مشكله، بس هي السكة الحديد اللي فيها مشكلة بس، والإعلام ما فيهوش مشكلة. احنا بنركز واحدة واحدة. ما طبعا الإعلام فيه مشكلة، ومين قال ان الإعلام ما فيهوش مشكلة؟ النهارده ما بيموتوش الأطباء اللي بيموتوش. لو في عند حضرتك كلام عن السكة الحديد يا ريت، علشان ما نتوهش المواضيع. ما كل زي ما قال الدكتور سعد ان كل مجال في مصر فيه مشكلة وفيه فساد، بس احنا لو هنتكلم على كل حاجه يبقى احنا بنتوه. مفيش فساد في الاعلام، مفيش فساد عند رجال الاعمال اللي عندهم قنوات خاصه.
هم ما بيدفعوش الضرايب؟ اكيد لو مش بيدفعوا الضرايب يتسجنوا. مفيش فساد عند الدكاتره اللي بيموتوا الشعب اللي واقفين دلوقتي بكل وقاحه يعملوا وقفه؟ لا يعني بدون بس تعدي بالالفاظ بس يا فندم. مفيش فساد. والمستشفى اللي قفلوها بالجنزير دول اطباء دول؟ لا فتحوا المستشفى يا فندم لكل المرضى. انا برد عنهم طبعا لان هم مش موجودين. استاذه سلوى من الجيزه انا بشكرك شكرا جزيلا. اي حد من حضراتكم عايز يتكلم في جزئيه السكه الحديد علشان ما انتهش، ما انا ممكن اقعد اتكلم في الصرف الصحي والسكه الحديد والطرق والتعليم للصبح مش هنحل. طيب احنا معانا مين تاني يا زملائي في الاعداد؟ استاذه منى، اهلا بيك يا استاذه منى من اسكندريه. استاذه منى، الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه طبعا لحكايه ان احنا نستورد ناس عشان تدير هيئات ومؤسسات، نستورد ناس طبعا بنستورد يعني بنجيب ادارات من بلاد، من انجلترا مثلا عشان تدير السكه الحديد، او مثلا من بلد تانية عشان تدير الطيران زي ما شرح الدكتور اسامه. طبعا حضرتك في تحفظ. يعني كل بلد بيخطط لسياساته وفقا لاحتياجاته. طب الدكتور اسامه عقيل استاذ النقل في كليه الهندسه جامعه عين شمس، ليه ما يبقاش في تخصص داخل كليه الهندسه للسكه الحديد؟ والناس دي لما تطلع تبقى مؤهله للاداره. في جامعه هتتعمل. وليه ما نستوردش؟ في جامعه هتتعمل؟ من ضمن الكلام الخطة الجديدة. الدكتور سعد بيقول ان في جامعة هتتعمل، جامعة تقريبا مع الخطة الرؤية الجديدة اللي احنا بنعملها، لان السكة الحديد بس مش في قيادات ادارية وفي تخصصات فنية. فالاحتمال الاكبر انه يتحول المعهد الى كلية كبيرة او جامعة متخصصة في الشغل في السكة الحديد. وليه ما نستجلبش يا فندم خبراء زي ما كان الرئيس عبد الناصر في كل المجالات بيستعين بالخبراء الروس، وكانوا بينجحوا في تأهيل مجموعة كبيرة. صحيح. من شبابنا اللي هو غير مؤهل كويس، بحيث ان احنا نستفيد ونفيد. ده معمول حساب. طيب نتمنى عمل ده ان شاء الله. الاستاذة شاهيناز من القاهرة، اهلا بيك يا استاذة شاهيناز. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. انا سمع الحوار من بداية البرنامج وانا معجبة جدا برأي الدكتور اسامة عقيل ورأي الاستاذ سعد الخبير في اللجنه في الاداره. تمام. وانا اؤيد الراي ان احنا نستعين باداره اجنبيه. طيب. يعني بعيدا عن ال 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 يعني ده مش معناه ان احنا مش ناس وطنيين او بنخاف على بلدنا. خلينا نتفق زي الدكتور ان احنا قلنا اكثر من 40 يمكن اكثر، ما فيش اداره في مصر. مشكلتنا الاداره. فلازم نحط اول بدايه حل مشكله احنا نعترف ان عندنا مشكله. ده اول حاجه ونحدد خدمه. وفي رايي ان ده ملوش اي علاقه لا بالسياده ولا اي علاقه، مش عايز نبتدي نفسر الاخرون. الانجليز تحديدا اللي ذكر الدكتور الشركه الانجليزيه هم احسن ناس في الطرق وفي الطرق السكه الحديديه. فايه المشكله يعني ليه احنا نهاجم وناخد خط هجومي على الناس دي؟ وبعدين انا اول وزير نقل محترم اشوفه يطلع يقول ويتكلم من غير ما يخاف من الترتيبات اللي عنده جوه والكومبينات اللي هو داخل عليها في السكه الحديد، ما خافش الراجل وقال. بلاش كل فكره دي تنهاجمها. طيب. يعني انا سمعت في اكثر برامج اخرى غير برنامج سيادتك ان اول ما طلع الراجل وقال حديد اداره ابتدوا يهاجموه في السكه الحديد. قال طب لا دول خبراء. لا انا عايز افضل على موقفه وانه عبره بالنتائج. طيب وصلت الفكره يا استاذه شاهيناز بكل تاكيد، يعني ماشي. الاستاذ علاء من بنها، اهلا بيك يا استاذ علاء. طيب في حضرتك حضرتك اهو. تمام. استاذ علاء اهلا بيك يا استاذ علاء. مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء النور يا فندم. حضرتك الكريم. اهلا وسهلا. بوجه تحيه وشكر لحضرتك ولاسره البرنامج ان انتم فتحتوا هذا الموضوع. اشكرك حضرتك علاء وهدام باحث اجتماعي بالمعهد العالي لخدمه اجتماعيه بنا. اهلا وسهلا. الموضوع دلوقتي المشكله عندنا في السكه الحديد بتتلخص في حاجه واحده بس، اللي هي ازمه سوء الاداره. النهارده لو الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وانا مش عايز شركات من بره، ولو سمعتم اي شركه من بره ده استنزاف لموارد الدوله. انا عندي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لو دخلت في اداره هذه الهيئه، لان النهارده بيتم صرف مكافئات ولجان وخلافه للقيادات العليا في الهيئه في هيئه السكه الحديد، وبيخدم فلوس كتيره جدا. انا بطالب دلوقتي يتم عمل اعلانات في على صور السكه الحديد بصوره
مستمرة على مستوى المحافظات كلها، ودخل الإعلانات ده يعود للهيئة لهيئة السكة الحديدة. قصدك زي المترو يعني؟ يتم قفل سور السكة الحديد زي المترو، زي المترو، زي اللي بيحصل في محطات المترو، زي محطات المترو. ولا لا، في من بره حضرتك يعني النهاردة من عند ما تطلع من عند أحمد حلمي لغاية المؤسسة في الأليوبية في شبرا الخيمة، السور ده لو اتعمل بدل ما بينكتب عليه دعاية الشركات وخلافه، السور ده يتم عمل عليه دعاية بالفلوس والدخل بتاعها يعود للهيئة. الحاجة الثانية، لو تم عمل محطات السكة الحديد كلها وتبقى التذكرة تدخل عن طريق البوابة زي المترو، مش هنيجي النهاردة نلاقي نسبة الهروب من دفع التذكرة. يبقى أنا النهاردة بحافظ على أموال الدولة. الحاجة الثانية، أنت بتقول سور حديد، سور حديد علشان التذاكر؟ لا بوابة حديدية، بوابات مشفرة، زي المترو برضو، نفس فكرة المترو. وانا النهاردة محدش يعدي الا لما يكون يعدي من خلال البوابة، بحيث النهاردة ما يبقاش الناس ما تدفعش. وطور الدرجة الثالثة بتاعت المواطنين الغلابة. انا النهاردة كل اللي هم اي وزارة عايزة تدي اللي شغالين فيها ميزة، الوزارة اللي تحاسبهم على الميزة دي. انما النهاردة اللي يستخدم السكة الحديد ايا كان، سواء شرطة سواء قضاء سواء جيش، كله يدفع التذكرة. وانا النهاردة الوزارة وصل اللي عايزة وصلت فكرتك يا استاذ علاء، انا بشكرك. استاذ محمد من شبين القناطر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا بيه، انا ببص ضيفك العزيز والكريم. اهلا وسهلا دكتور سعد، في القناة والله. اهلا بيك يا فندم. انا حضرتك، انا من شبين القناطر. تمام، اسمعني بس من التليفون، بلاش التلفزيون عشان نتواصل اسرع. شكرا حسن، صوتي حسن. حاضر حضرتك، انا كده قفلت الصوت. اتفضل. انا من شبيل قناط. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. في عندنا بيبنوا سور في ريح السكه الحديد، بقالهم دلوقتي شهرين، في مسافه ما تجيش 150 متر. فحت وعطلوا الطريق، وحضرتك في مكان رملي والله العظيم بينه وبين قضيب السكه الحديد ما يتم متر. وانا خايف وبخشى ان القطر هيقع بكره، هيلاقي رد. بكره الدكتور سعد، دكتور سعد قال لك بكره هيبقى في رد. مكتب السيد الوزير بيتابع، وانا اعتقد ان ده هيبقى في رد للشكوى دي. خلاص بكرة. يعني مكتب السيد الوزير بيتابع دلوقتي، وبالتاكيد هيبقى في رد. انا بشكرك يا استاذ محمد من شبين القناطر. دكتور سعد، احنا بنتكلم على، كان في الاستاذه منى من اسكندريه كانت مع الاداره الاجنبيه وبتشوف ان ما فيش اي مانع. كان في الاستاذ علاء وهدان بيقول ان سوء الاداره من الممكن الاستعانه بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، رايين متضادين. شوف اقول لك على حاجه، يجب ان احنا نتخلى شويه عن ثقافه الاعتماد على القيادات الوطنيه فقط. ما فيش حساسيه اطلاقا، لان مصر حتى ايام محمد علي عمل ايه؟ لما جه يشتغل في موضوع التعليم، لقى كان في الازاهره بداوا يعملوا له مشاكل، عمل ايه؟ خد مجموعه سفرها بره، اتعلمت ورجعت، هي تقريبا قاطره التنوير في مصر. وطول عمرنا بنستفيد من خبره الاخر. النهارده عشان الوقت ضيق بالنسبه لك، في عندك اما انك انت تجيب خبراء تساعدك وبتعلمه وبتدرب، بس في نفس الوقت انت بتخرج ناس بره برضو بتاخد دورات تدريبيه بره. يعني مفيش مانع اطلاقا ومفيش حساسيه انك تنقل تجربه الاخر. ده بالنسبه لموضوع الاداره والقيادات. بالنسبه للقوات المسلحه، انا بعتبر القوات المسلحه لا يجب ان احنا هي نجحت في الطرق في كل شوف، دي مؤسسه منضبطه ودي اللي احنا بنتكلم عليه. وكان الفكر اللي بيتعمل النهارده على فكره في الوزاره، بما ان ما هو سعد الجيوش اصلا ضابط مهندس، لا طبعا، فبيتميز بما تتسم به القوات المسلحه وخاصه الهيئه الهندسيه. يعني بمعنى بيبقى عنده خطه تقدير موقف، احتياجاتك ايه، ايه التكاليف بتاعتك، ايه المتاح عندك، الامكانيات، الهدف عندك في النهاية ايه، وسيناريو واثنين وثلاثة للوصول الى الهدف. دي مدرسة منضبطة. لكن القوات المسلحة مش تقدر تدخلها في كل كبيرة وصغيرة، لا طبعا. السكة الحديد ده موضوع، دي دولة، الهيئة دي هيئة كبيرة جدا وقديمة وعريقة. طيب اسمح لي دكتور سعد، استاذ احمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، يعني طلب ان هو يعمل معانا مداخلة. اهلا بيك يا استاذ احمد، منورنا في مصر في الاسبوع. وبالنسبة للشكوى بتاع الاخ بتاع شبين القناطر، استاذ محمد من شبين القناطر، هنشوفها ان شاء الله على طول. بس استاذ كمال، انا بس هو بيقول ان في سور جنب السكة الحديد مباشرة، وده بيعملوا فيه بقالهم شهرين. انا على طول ان شاء الله هتفاعل مع الشكوى. طيب تمام، الحمد لله. انا عايز ادي الفرصه بس لاستاذنا الاستاذ دكتور سعد الزنط ان هو يطرح رؤى، وخليه يتكلم في الرؤى العامه اللي احنا بنحط يعني حلول غير
تقليدية، لأن احنا مؤمنين جدا ان البلد دي مش هتقدم الا بالحلول. هو الدكتور سعد ما شاء الله عليه يعني مش محتاج توصيل. لا هو بس انا ليه رجاء منك بس يا استاذ. اتفضل. انا اعلامي زي حضرتك وابني عارف والله، وقلت لي ان مذيع واحنا بنقعد في التكييف وانتوا في يعني عارف كل القصه. انا والله يا اسكمال انا 20 سنه في الـ في, الـ في ورا الميكروفون والالم اهلا بيك يا استاذ احمد. وبس اربع شهور لما نزلت فيهم معترك العمل وقربت من جدار سرعة القرار وشفت حجم المشاكل اللي البلد دي فيها، انا عايز اقول لك الاربع شهور دول بالعشرين سنه اللي قعدتهم في الاعلام انا بطلبك عايز دعمك انت وزمايلنا الاعلاميين، لان البلد دي محتاجه دعمنا. البلد دي استاذ كمال احنا وصلنا لمرحله الناس المحترمه في البلد عاد بتتوارى ان هي تتولى مناصب في البلد بسبب الاداء الاعلامي. انا ايه اللي يجبرني انا او مثلا يجبر الدكتور سعد الجيوشي واحد من اهم الاستشاريين في مجال الطرق والنقل في العالم، خد بال حضرتك مش في مصر في العالم، ان هو يجي يقعد يتهزق من اللي يسوى من اللي يسواش يعني. لا ما يعني ما ينفعش طبعا، هو يعني قيمه وقامه واحنا يعني بنحترم يعني، بس في نفس الوقت في نفس الوقت استاذ احمد يعني لو تسمح لي هو احنا زي ما قلنا هو غير اقول لك عايز اقول لك هو احنا زي ما قلنا على الدكتور سعد ان هو يعني شلناه فوق الراس لما كان ماسك الطرق والكباري، والمجهود الكبير اللي عمله في الطرق والكباري لما يحصل حاجه في السكه الحديد بالتاكيد هو مسؤول برضه، هو اللي قدامنا هو وزير النقل اللي متحمل المسؤوليه. انا خايف يجي وقت الناس الناس المسؤولين الناس المحترمين في البلد يعزفوا عن تولي المناصب العامه او يسيبوا المناصب العامه بسبب الاداء الاعلامي. احنا عايزين الاعلام ده شريك في المسؤوليه وشريك في في الشله اللي احنا شايلينها. استاذ احمد يعني احنا بننتقد بموضوعي، لو في حاجه قدامنا احنا بنطرحها عليك او على ضيفنا الكريم اللي موجود الدكتور سعد وبناخد منها رد. ان معظم الزملاء الاعلاميين انا ماليش دعوه عندهم نقص في يعني عفوا عشان هم مش موجودين معنا. طب خلينا في السكه الحديد نفسها. لا انا مش هقول اسماء، انا بقول لك طيب. عندهم نقص في طب خلينا في السكه الحديد يا استاذ احمد. لا احنا اللي طلعنا وقلنا ان السكه الحديد حاله لا سرعه عدو ولا حبيب، احنا اللي طلعنا قلنا الكلام ده على فكره. يعني هنتكلم دلوقتي على الاداء الاعلامي ودخلتك عشان الاداء الاعلامي؟ لا مش عشان انا عايز اقول لك انا محتاج دعمكم. احنا محتاجين دعمكم والله دعم. مش بنزايد عليكم، احنا وراكم، بس احنا عايزين تطوير، عايزين يعني رؤيه بالعين حاجه كويسه تتشاف يحسها المواطنين نفسهم. انا شايف كاعلامي بقى شايف الاعلام شايف البلد بالنظاره السوداء طول الحفلات بتاعه طول اللي بتاعه التوك شو. طب اقول لك على حاجه يا استاذ احمد، احنا لو شايفين البلد بعين سوداء انا جبت حد معارض مش حد مسؤول وكان يقعد نقعد مع بعض للصبح نتكلم في سلبيات السكه الحديد. انما انا جايب مسؤول. لا 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 معلش حضرتك في لجنه السكه الحديد. بس انا مش موظف في وزاره النقل. مش موظف بس حضرتك اللجنه بالمناسبه عشان اوضح بس يا استاذ احمد ده متطوع دكتور سعد متطوع. الخمسه الاساتذه اللي هم اساتذتي اللي معانا في اللجنه دول ناس متطوعين كلهم متطوعين في حب البلد متطوعين. وعلاقتنا بالوزاره بس خلال الشهر الماضي مع طرح الرؤيه الجديده لوزاره النقل بتحولها الى كيان اقتصادي بس، لكن لا موظفين ولا نتلقى اي دعم. دي معلومه مهمه قوي دي. طيب. دي حاجه مهمه قوي. وصلت رؤيتك يا استاذ احمد، انا بشكرك بالتاكيد شكرا جزيلا لو كانت على مداخلتك بخصوص هذا الخصوص يعني. طب نرجع مره تانية لضيف الكريم اللي مشرفني في الاستوديو الدكتور سعد واللي ما ادانهوش يعني فرصه ان هو يتكلم يعني كنا بنتكلم في حاجات كتير كمان. انا عايز استفيد من الشق الاقتصادي بتاع حضرتك اتفضل في جزئيه الخصخصه اللي اتكلم عليها برضو. مفيش خصخصه لسه بقول اهو جزئيه الخصخصه اللي ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي ونفاها ضيفنا الكريم عن طريق الهاتف وحضرتك برضو نفتها في بدايه كلامك. لا مفيش خصخصه. عايز تاكيد للناس ان مفيش خصخصه. لا 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 بس الموجود هي احنا هنعمل ايه بخلاصه الموضوع. هتيجي على قطاع زي قطاع السكه الحديد او مشروعات داخل السكه الحديد. تمام. احنا النهارده اللجنه بتعمل ايه؟ تعالى يا رئيس هيئه السكه الحديد انت وناسك، تعالى لجنه الخبراء، تعالى يا مسؤولين فنيين نقعد. ايه التحديات اللي بتقابل القطاع ده؟ طب التحديات طيب الرؤيه ايه لحل هذه التحديات؟ البدائل ايه؟ البدائل اللي احنا وصلنا لها ان الاعتماد التقليدي على الدعم الحكومي بلا حساب ما عادش ينفع لان هو اللي وصلنا اللي احنا فيه. نعمل ايه؟ نبدا ندخل مستثمرين سواء بقى قرض استثمار شراكه لازم تنفتح. مش معنى كده ان انت بتتخلى عن ملكيه الهيئه، لا وكل الهيئات على فكره، يعني انا شخصيا من اللي بيتجهوا لهذا الكلام. معناها انك انت بتقول انت تحدياتك في الغالب هي ماديه لان انت عاوز ترفع كفاءه الهيئه
عاوز ترفع تطور الفكر البشري عندك سواء قيادات او عماله او ناس فنيين، عاوز تستحدث، انت ممكن تعمل حاجه تانية في السكة الحديد، ودي من الحاجات اللي مطروحه انك ترفع كفاءه ال 10000 كيلو اللي عندك اللي هي التقليديه اللي هو من اول اللي هي مش من اسكندريه، من مرسى مطروح لاسكندريه لغايه اسوان بكل تفريعاتها، ده ترفع كفاءته في خلال فتره معينه سنتين ثلاثه. وايه المانع انك تعمل خط جديد على بعد 50 كيلو؟ لان انت المفروض انك انت بتبص على مصر 20-30 الصحراوي بقى اللي بتتكلم عليه اسكندريه اسوان، انت بتعمل حاجه جديده، ايه المانع؟ بحيث ان انت بترفع الكفاءه ده في خلال سنتين ثلاثه. طب حضرتك بتتكلم على التكلفه الماديه، التكلفه المادية. انا اللي بدبر مش الحكومه اللي بتدبر. طب اقول لك على حاجه، انا اللي بدبر، انا بشوفها كمواطن. نعم. في فتره القلق اللي بعد 14 اغسطس 2013 فض اعتصاميه رابعه العضويه والنهضه، اتوقفت السكه الحديد لمده 6 شهور تقريبا، فتره طويله تقريبا. التذكره اللي كانت ب 10 جنيه رجعت ب 20 جنيه. تمام. القطارات الفرنساوي اللي كانت ب 10 جنيه الدرجه الثانيه بقت ب 20 جنيه، وانا شايفها بعيني. تمام. وشفت شكوى الناس. تمام. بدون ما يقولوا للناس ده بسبب كذا، فقط رجعت فبقت ب 20 جنيه. الناس بقت عندك النهارده، عندك النهارده دي موارد جديده. لا مش موارد جديده، شوف انت مهما كان عندك من موارد، يعني زي الاخ اللي قال نعمل السور نعمل اعلانات ونجيب مش عارف ايه، كان ده كلام حلو جدا، لكن انت بتتكلم على مستوى دوله، مستوى قومي، ده مشروعات في، مش بيقول لك الوزير قال لك عاوز 100 مليار جنيه، انا بقول لك ان الوزاره محتاجه 100 مليار دولار مش جنيه على مدار 5 سنوات اذا كنا جادين في ان احنا نعمل، لان في الاخر ال 100 مليار دولار هيجيبوا لك 200 مليار دولار اذا تم اداره الموضوع بشكل مظبوط. انا مش بتكلم في فلوس بس، انا بتكلم على اداره. طبعا انت ممكن يكون معاك 100 مليار 300 مليار دولار اخفقت في اداره هذه الاستثمارات، ولذلك انت بتقول النهارده ايه؟ انت بتنفتح على العالم في موضوع التدريب بالذات، في موضوع الاداره بالذات، لان انت حصل في قلت لك في ال 20 سنه اللي فاتت 30 سنه تجريف في كل مؤسسات مصر. انت كان عندك حتى في الاعلام في اي مجال كان عندك اساتذه كبار، فين النهارده الناس راحت فين؟ هل تتصور ان حضرتك النهارده ان رقم واحد في اي مكان سواء وزير او محافظ او مدير اداره حتى في الاعلام بلاش بره، الافضل هو اللي بيبقى رقم واحد بعد كده؟ لا، هم بيجيبوا الانسب. لكن انت عندك النهارده، لذلك انا فخور الحقيقه انا بشتغل في هذه الجزئيه. ليه؟ لاول مره اشوف شخصيه في مصر عنده جرأه ان يقول لا، وان يقول لموظف عنده، مش موظف عنده، موظف الدوله كبير، يقول له انت فاشل. هذا الكلام انا سمعته دكتور سعد. لا انا سمعته طبعا، قال هذا الكلام، قال لقيادات كبيره الملف ده ملف فاشل، لا ما تتمسكش بان، لان انت جزء كبير مهم في الفتره اللي جايه، يعني يبقى عندك قيادات تبقى مرنه قابله انها تتغير وتغير اللي حواليها، لان مشكله كبيره. لان هارفارد وهي اعظم جامعه في العالم في الاداره قالت لك ايه؟ عشان تغير مؤسسه لازم رقم واحد. رقم واحد بيعكس ثقافته على ثقافة المؤسسة. رقم واحد صحيح بيبقى عندك مؤسسة منضبطة. رقم واحد مش مظبوط ما تنتظرش نتيجة. ولما تبدأ تغيير ابدأوا برجال الإدارة اللي هو بيحط قيادة التغيير، خطة التغيير. اللي أنا شايفه الحقيقة، أنا ما بضيعش وقتي طالما بشتغل لمصر وبأمانة وبإخلاص ومعانا الناس دي كلها الحقيقة، فإحنا ما بنضيعش وقت، إحنا ما بنضيعش وقت. بس في يا فندم على مستوى الإدارات الصغيرة بيخافوا يتكلموا، يعني مثلا هضرب لك مثال. اتفضل. انا كنت في محطه طنطا وقت المطر الكبير الشديد اللي ضرب مصر اللي هو اشبه بالسيول. نعم. دي وكميه ميه غزيره جدا ضربت يعني محافظات. نعم. سواء اسكندريه او البحيره او الغربيه. وجه بحري بصفه عامه. محطه طنطا كان فيها الميه نزلت في الانفاق غرقتها، بقت على مستوى اكتر من متر، دخلت حتى على غرفه المولدات، ما عادش فيه في المحطه اي كهرباء. دخلت ليه رئيس السكة الحديد او رئيس المحطة علشان اكلمه؟ قال لي لا، انا قلت له انت ما بتتكلمش ليه؟ قال لي لا انا خاف اتكلم. يعني من الاخر لقيت واحد من بره بيقول لي كل واحد بيخاف على المكتب بتاعه. ده كلام مظبوط. طيب ده وبداية دي ازمة كبيرة. بص كمال، ما هو البداية ايه بقى؟ انك انت بتقول ان فعلا ده حاصل بتعترف بيه انت مش كمواطن بقى، انا كمسؤول، مش انا سعد، الجيوشي سعد بقى، الجيوشي الوزير والناس اللي معاه، مجرد انه يعترف بان عندي غلط وان عندي بقى ثقافه الاداء عندي بقى فيها نوع من الاهتزاز، مش الموظف الصغير، انت في عندك وزراء. طب ما هو ده لو في عندك وزراء اسمعني بس، المطر دي يا فندم اتكررت مره تانية، ما هو نفس الكلام اللي حصل. يا استاذ الفاضل مش الميه بس، انا بقول لك في لجان اخرى انا بشتغل فيها في الاستثمار، في وزير بيمضي على قراره بالليل بيعتذر عن القرار تاني. ما هو ده من ايه؟
مش لأنه خايف ولا جبان، لا، الجو العام الضاغط على المؤسسة السياسية وعلى الوزارات هو اللي خلى الوزير ولا الراجل الصغير ده بقى جبان. لا، أنا أقول زيك، أنا بقولك دور الإعلام مهم للغاية ومؤثر للغاية، إنك أنت بدل ما نقعد نعمل المندبة، مش عندك بعض القنوات كل يوم فيها مندبة بالليل مهمتها تكسير الصورة الذهنية. مصر فيها فساد، آه فيها فساد، فيها مشاكل، آه فيها مشاكل، فيها أزمات، فيها أزمات، نعمل إيه؟ اعمل ندوة كل أسبوع، يا ريت كل قناة تعمل ندوة كل أسبوع، تاخد ملف ويبقى في ناس متخصصة نصل إلى حل ونختار الوزارة أو الوزير فيه النهاردة ندوة بخصوصك، اسمع وندي رأي. بالعكس، هو الدكتور سعد الجيوشي لما جابنا لأنه ده اللي قدامه البديل، مفيش بديل. أنا بتكلم على أزمة إدارة مش بخصوص المستوى الأعلى، مش رئيس هيئة السكة العديد ولا الوزير. أنا في البداية قلت حاجة، أنا بتكلم في حاجة بسيطة، وهي قرار كان ممكن من رئيس المحطة أو من المسؤول عن المكان ده يتلافى بيه مشاكل. لو حصل من بكرة مية زيادة ومطر زيادة، يعني يجي مرة تانية نفس المشكلة تحصل تاني. شوف، أنا عندي يقين، أنا عندي يقين وثقة. أزمة إدارة صغيرة. ما أنا أقول لحضرتك، كل الناس اللي بتشتغل في اللجنة مع الدكتور سعد الجيوشي، لو ما عندناش إيمان ويقين بأن الراجل ده هيغير، وان اللي احنا المجهود اللي احنا بنعمله احنا وكتير معنا اكتر من 30 حد بيشتغل من رؤساء الهيئات المحترمين والقيادات في وزاره النقل، لو ما عندناش يقين، احنا لا نتقاضى وبنشتغل لحساب الوطن، لو ما عندناش يقين والثقه في هذا الرجل وفي اللي بيتعمل، احنا اللي ودينا هناك؟ انت تضيع لي ليه يومين ثلاثه في الاسبوع ويوم ولا اتنين في الاعلام؟ ما انا النهارده بطلع ليه؟ مش عشان ادافع عن وزير ولا عن وزاره، لا، عشان اقول للناس اصبروا شويه. الهيئه سكه الحديد او وزاره النقل دي اخطر وزاره في مصر، ووزارة بدل ما هي المفروض تجيب مليارات لمصر في الموازنة، فهي النهاردة بتستهلك وبتنهك موازنة الدولة. احقاقا للحق، الوزارة عليها هم كبير، لان اي حادث الطريق في وشها. انتظر شهور قليلة، يعني انا معاكوا في ده بصراحة، بس في نفس الوقت انا عايز تطوير، يعني زي ما انا ما بحس بيكم انا برضو بحس بالمواطن اللي بيركب. بيحصل استاذ كمان، في فرق انك انت نفسك لو عندك عربيتك فيها مشكلة بتقعد تاجل، هروح الميكانيكا بكره، هروح بعد بكره، فما بالك بميكانيكا دولة، بميكانيكا دولة خربانة؟ هو الرئيس مش قالك أنا مستلمها أشلاء؟ ده اعتراف، ودي جرأة منه أن يقول هذا الكلام. مصر على محاليل، مصر متعلقة على محاليل، فإحنا عشان في محاليل يبقى نتعامل برفق وناخد بالنا إنها دولة، دولة كبيرة مش صغيرة، وإنت عندك البيروقراطية عندك تقليدية وعتيقة جدا، والكلام اللي مش بنصعب به الأمور، لا، انا شايف عينيك كانك مش مصدقني. لا مش كده، انا افتكرت كلام واحد كان راكب جنبي من الصين، كان بيعمل ماجستير في اللغه العربيه في جامعات مصر، واحد صيني، فبيقول لي وهو معدي كده، ف يعني واحنا قاعدين فمعديين من على قطر من اللي هو متلون اصفر اللي هو الدرجه الثالثه المتهالك ده، فبيقول القطورات دي يعني اتشالت من عندنا بقى لها 40 سنه. انا بتكلم على الصين مش على اليابان، فيعني اليابان متقدمه من زمان. الصين بدأ معاك؟ آه، في بلاد كتير بدأ معاك منها الصين. فأنا اتحركت قلت له لا، ده دي أنا اضطريت أكذب، قلت له لا دي قطورات دي يعني متهالك عندنا، دي للصيانة بس. يعني أنا زعلت على نفسي وزعلت على حال البلد بصراحة، افتكرت ده دلوقتي وأنا بكلم. احنا فعلا احنا بقينا زي العربيات اللي انت شايفها دي، مصر كلها زي هذه العربية، ده نموذج. لكن مش معنى كده ان احنا نستسلم، طالما لسه فيه جيل موجود وجيل شباب وراه هيستلم منه البلد، هتقدر تغير. غير بقى بالتعليم عشان تنشئ ثقافة جديدة. انت في موضوع قناة السويس عملت ايه يا استاذ كمال؟ مش كان عندك شركات مصرية بتشتغل وبتشتغل 24 ساعة وعملت مشروع هايل؟ يعني ايه يعني عملت ثقافة، يعني عملت ثقافة عمل جديدة، قدرت تعمل كده. لما في موضوع المليون ونص فدان، انك تعمل 10,000 فدان في مكان ويبقى فيهم بيوت نموذجية، يبقى في واحدة صحية، يبقى في مدرسة، انت بتعمل ثقافة زراعية جديدة ايضا. انت الان مش بتعمل ثقافة نقل جديدة، ده انت بتغير تقريبا في تغيير شامل، مش ترقيع، تسعى الخرق على الراقع، ما عادش هينفع انك ترقع تاني النهاردة. وانا بقولك اصبر شهور قليلة مش كتير، هتجد ان الدنيا بتتغير، بس خد بالك ان الحمل ثقيل جدا. انا معاك والله جداً. بس زي ما اتكلمت على القطورات المكيفة، انا عايزة يعني برضو اوصل رسالة من الناس الغلابة، الاغلب اللي بيركبوا سكة معظم الناس، صحيح، الغلابة. صحيح، معظم الناس صحيح. النهارده وروني بعينيهم، انا كنت بشوف بقى السكه الحديد النهارده، فوروني القطورات الدرجه الثالثه والشبابيك مكسره. الثالثه ليه والاولى؟ هو انت عندك انت عندك طفايه في الدرجه الاولى عشان الناس اللي عندك حمامات ادميه. ابعت لك الرساله. الكلام ده على فكره الوزير قاله في الاجتماع اكتر من مره. لما جه رئيس الهيئه يتكلم مره من المرات في اجتماع، قال له الامن والسلامه عندك شكله في القطورات، النظافه شكلها ايه؟
الإزاز شكله إيه. لكن برضو خد بالك من نقطة ثقافة المواطن برضو. ما هو مين بيكسر الإزاز؟ مين اللي بياخد الإسفنج عشان يعمله كور؟ مين اللي برضو خد بالك مين اللي بيشد الجزرة بتاع القطر يخرب حاجة كتيرة في الـ في الـ في, الـ في القطر برضو. ولذلك أنا بقولك تعليم زائد إعلام تستطيع أنك أنت تعيد مرة تانية تغيير ثقافة الشعب المصري للثقافة القديمة اللي هي إطارها إطار قيمي أو أخلاقي. رغم أن كلام حضرتك فيه كتير من الحاجات اللي بتحبط بس عجبني بشكل إطار عام التفاؤل اللي فيه. أشكرك. لا أنا عندي ثقة مش تفاؤل. أنا بتاع علم مش بتاع كلام. يعني بمعنى لو ما عند أنا أقول بعيدها لك تاني، لو إحنا الخمسة والتلاتين اللي بيشتغلوا مع الدكتور سعد لو ما عندناش يقين أن فيه نتيجة وعندنا رؤية أن فيه نتيجة وقريبا إحنا مش هنشتغل. إحنا لا نتقاضى، إحنا عشان مصر. دكتور سعد زنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وعضو لجنة الخبراء بوزارة النقل، أنا بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى أن ما يكونش أثقلنا عليك. هنتقابل تاني إن شاء الله وقريب بعد ما تخلص الرؤية. أستاذ أحمد إبراهيم لو بيشوفنا ما يكونش زعل مننا لما نوعدك لما تخلص الرؤية. إحنا بعيدا عن الواقع وقاعدين في التكييف مش حاسين بأي حاجة. أحمد إبراهيم زميل محترم، أنا بقول لك قريب لما تخلص الرؤية أعتقد أنها تسوق في الإعلام. نوعدك إن إحنا نيجي ونقول الرؤية شكلها 1 2 3 4 عشان الناس كلها تحاسب الوزارة بعد كده في اللي قالته وما نفذتوش. أتمنى. بشكرك دكتور سعد شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في مصر في أسبوع بعد الفاصل بمشيئة الله. 5 سنين على تنحي مبارك، 5 سنين على الخطاب الشهير للواء عمر سليمان، أعلن الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن رئاسة الجمهورية طبعا بعد الضغط الشعبي الكبير في ثورة 25 يناير. هنناقشها مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفوني بكل تأكيد بعد الفاصل بمشيئة الله. ارحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية معانا في مصر في اسبوع، وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل 5 سنين مضت على رحيل وتنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والخطاب الشهير للواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه ورئيس جهاز المخابرات الاسبق او السابق. يعني حضراتكم بتشوفوا شخصيه الرئيس حسني مبارك ازاي، الرئيس الاسبق حسني مبارك بعد 5 سنين من رحيله بعد الخطاب بتاع عمر سليمان او اللواء عمر سليمان. في ناس معه وفي ناس ضد وفي ناس لغايه دلوقتي مش عارفه تقول تكون راي، دي الطبيعه البشريه بالتاكيد. يعني لغايه دلوقتي في ناس مع عبد الناصر وفي ناس ضده، في ناس مع السادات وناس ضد، حتى الملك فاروق في ناس معاه وناس ضده. لغايه دلوقتي مش هنقدر نوصل لكلام مباشر او حاجه علميه عن الرؤساء السابقين او حتى الرئيس الاسبق حسني مبارك. معانا ضيوفنا الكرام اللي موجودين وبيشرفوني في استوديو مصر في اسبوع، اتمنى انه يكون حوار راقي لان هم يعني ضيوف راقين في الفكر. هنعرف منهم يعني رؤيتهم للرئيس الاسبق حسني مبارك طوال 30 سنه على حكمه بيقيموه ازاي. هرحب بيهم الاول، اسمحوا لي الباشمهندس احمد بهاء الدين شعبان الامين العام ووكيل المؤسسين للحزب الاشتراكي المصري مشرفني. اهلا وسهلا بيك دكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي، اهلا وسهلا بيك مشرفني يا فندم. والمستشار يحيى ادري النائب الاول والرئيس التنفيذي لحزب الحركه الوطنيه سابقا مشرفني يا فندم. اهلا وسهلا بيك. طيب هنبدا مع حضراتكم الحوار، ولكن اسمحوا لنا بعد فاصل من تقرير هنعرف من خلاله 5 سنوات على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. خمس سنوات مرت على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم بعد 18 يوما من المظاهرات المستمرة ضد نظامه. بدأت يوم 25 يناير مظاهرات واعتصامات قادها الشباب وعدد من القوى السياسية في الميادين المصرية المختلفة وأبرزها ميدان التحرير، وطالب خلالها المتظاهرون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية لمدة 18 يوما متتالية، حتى أعلن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مبارك وقتها تخلي مبارك عن الحكم وسط أجواء فرحة عارمة غمرت الشارع المصري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
وأدت حالة الاحتقان التي عاشها المجتمع المصري بعد تزوير الانتخابات البرلمانية 2010 وظهور ملامح لمشروع التوريث وتجاوزات وزارة الداخلية إلى مظاهرة يوم 25 من يناير عام 2011. في صباح جمعة الغضب قام نظام مبارك بقطع وسائل الاتصالات اللاسلكية والإنترنت لمنع تنظيم المظاهرات، لكن الآلاف من أبناء الشعب المصري خرجوا إلى الشوارع. ومع تصاعد الأحداث عقب صلاة الجمعة اتخذ مبارك بصفته الحاكم العسكري قرارا بفرض حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس من 6 مساء إلى 7 صباحا ونزول القوات المسلحة إلى الشوارع. وفي 29 من يناير عام 2011 وجه مبارك كلمة إلى الشعب أعلن خلالها إقالة حكومة أحمد نظيف وتعيين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له وتكليف وزير الطيران المدني السابق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. وفي 5 فبراير استقال كل من جمال مبارك وصفوة الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم، وعين الدكتور حسام بدراوي أمينا عاما للحزب، ووضع وزير الداخلية السابق حبيب العدلي مع 3 من قياداته تحت الإقامة الجبرية. وفي 6 فبراير اجتمع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مع القوى السياسية وتم التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد. وفي 10 فبراير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الأول ليؤكد حمايته البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييده لمطالب الشعب المشروعة، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. وبالتزامن مع ذلك وجه مبارك خطابه الثالث إلى الشعب المصري أعلن خلاله تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان. وفي 11 فبراير بدأت حشود غفيرة بالزحف على قصور الرئاسة وبخاصة قصر القبة بالقاهرة وقصر رأس التين بالإسكندرية، حتى أعلن اللواء عمر سليمان تنحي مبارك وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيتولى إدارة شؤون البلاد. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معانا في مصر في اسبوع. المهندس احمد بهاء الدين شعبان، اهلا بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. 5 سنين على تنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، كيف تراها؟ هي سنوات لا شك عامره بالمصاعب والتحديات والامال والاحلام والتوقعات، وده يعني مش غريب على سنوات ما بعد الاحداث الجسام في تاريخ البشريه كلها. اي دوله بتقوم فيها ثوره كبيره أو عمل ضخم يعني جماهيري بهذا الشكل لابد أن يعقبها فترة من التجاذبات والصراعات. لكن طبعا مصر مش دولة صغيرة ومحاطة بتهديدات كبيرة جدا، وكان الطبيعي جدا أنه يعقب أحداث 25 يناير محاولات القفز على هذا الحدث الجليل الكبير التاريخي وحرفه عن وجهته، لأنه مصر دولة مركزية في المنطقة، دولة محورية، وكل ما يحدث فيها ينعكس بقوة على المحيط اللي حواليها، وبالتالي لا الدول الأجنبية ولا القوى المعادية الداخلية كانت يعني غفلة عما يحدث في مصر. اللي أنا عايز أقوله أنه بعد 5 سنوات وهناك حرب ضارية على 25 يناير، أنا لازلت مؤمن أنه 25 يناير يوم تاريخي عظيم من أمجد أيام هذا الوطن، وأنه هذه الثورة التي صنعها شعب يعني تجلت في 18 يوم خالدة مثالية، كأنها مدينة فاضلة سرقت بعد كده وتآمر عليها الكثيرون، لكن في النهاية يعني ستظل ذكراها باقية في وجدان هذا الشعب، وستؤثر تأثير عميق على تطور مصر في السنوات القادمة والعقود القادمة. وهي بدأت النهاردة، يكفي مستوى وعي الجماهير، يكفي ان الناس انكسر عندها حاجز الخوف، يكفي ان الناس بقى عندها ثقافة المشاركة. احنا كنا بنشوف حضرتك من دقايق في البرنامج
مناقشة حول مرفق النقل العام والسكة الحديد. هذا الحوار ما كانش ممكن يدور بهذه الصراحة والوضوح إلا بعد الثورة. الثورة حدث كبير وترك بصمات قوية جدا في سيكولوجية الشعب المصري، وستظهر أثاره في المستقبل إن شاء الله. طيب دكتور سعيد، يعني 5 سنوات على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كيف ترى شخصية الرئيس الأسبق؟ واسمحوا لي برضو أن أنا هضع قاعدة نتفق عليها، أنا هتكلم مع حضراتكم بسلبية الجهة اللي أنتوا مثلا بتقتنعوا بها، بحيث أن أنا أمثل الطرف الآخر. برضو الأستاذ يحيى أو المستشار يحيى هتكلم معاه برضو من الطرف الآخر، بحيث أني أوجه الأسئلة اللي بتطرح من الجهة الأخرى بدون أن يكون في أي نزاع. إحنا يعني أعلى من هذا الأمر، إفادة المشاهد والوصول إلى حوار راقي. أتمنى مش يعني مش غرضي من الحوار ده كما يقال بالبلدي الشعلالة، أنا مش عايز كده، زي أنا اتفقنا مع سيادة المستشار راقيا. أتمنى لرقي أطراف. أتمنى هي هو عدم ما أنا عشان كده قلت الأطراف، الأطراف راقين. طيب الحمد لله. اتفضل يا فندم. بيتكلموا على حسني مبارك بعد 5 سنين، احنا افتقدنا جزئية مهمة جدا كان عاملها حسني مبارك، وهي الامن والامان في الشارع المصري. ترد ازاي على شوف الكلام ده بيتردد ايضا في كل دول الغربية العربية، يعني في تونس لسه بيحنوا الايام بن علي، لان المخاض بتاع اي صوة بيبقى اضطرابات. لو تفتكر قصة مدينتين بتاع تشارلز ديكنز عن الصوة الفرنسية، فبيبتدي بالكلمة المشهورة كانت أفضل الأوقات وأسوأ الأوقات. أنت الآن في مخاض. بس تشارلز ديكنز ده كان محبط أو في كل قصصه، مش بس بس هو وصف الثورة الفرنسية واللي بيحصل في الثورات. أصل الناس لما تقعد تدرس عن الثورات ممكن تقراها كده سطور، لكن لما تعيشها غير إنك تقرا عنها. العالم العربي 2011 كان بيتميز بحكام معممين ب 30-40 سنة. شوف القذافي، شوف مصر، شوف تونس، شوف اليمن، كل هذه الحكم متكلس، حكم مطلق، مياه راكدة. الشعوب العربية كان فيه ثورة اجتماعية بتحدث، 60% من الشعوب العربية شباب، أنظمة فاسدة تعيد إنتاج نفسها بالتوريث، دولة حتى بس كان بينفي جزئية التوريث، يعني كان بتطرح من فصائل كتير بس كان بينفي. الشواهد كانت أقوى من خلي بالك في السياسة، يقال شيء ويفعل شيء تاني. كان واضح جدا، الشواهد واضحة قوي. الحاجة التانية اللي بدك تعرفها، سجل حقوق الإنسان كان سيء جدا في كل الدول العربية، حتى لو تقول إنها دولة بوليسية مخابراتية في الأنظمة العربية، يا ريت إنها كانت دولة بوليسية مخابراتية. أولا عندنا مثلا الامن المجتمعي فاشل. قبل الثوره كان عندنا تحرش، وده معناه ان مفيش امن للمواطن المصري، امن الشارع، امن المواطنين. مصر تاني دوله في التحرش بعد افغانستان. ترك لنا الاتي: تعليم فاشل، صحه فاشله، نظام اداري فاشل جدا. يعني جزء من اهداف الثوره اصلاح الحكومه الفساد اللي فيها دوت لحد دلوقتي لسه بنعاني منه. الصفقات اللي كانت بتعمل مع طيار الاخوان، وهو طيار انا شايف ان طيار رجعي، طيار طابور خامس، كان بيستخدم عشان ياخد مساعدات من الخارج ويخوف بيها اللي بيطالب بالاصلاح، واخد بالك. هذا النظام عمل كوارث في مصر لم تحدث. طبعا اللي بيدافعوا عنه او اللي بيتعمه هو نفس حكايه شفنا بعد سقوط هتلر، في ناس بتأيد هتلر. يعني الشعوب في منها دايما عايز الوضع زي ما هو، الوضع يعني اللي مستفيد من هذا النظام ما مش عايز تغيير. طيب اسمح لي اروح للمستشار يحيى ادري، ارحب بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. طيب احنا بنتكلم على، او دكتور سعيد بيتكلم على، اداره فاشله، ترك لنا حكومه فاشله، يعني موارد في البلد بنعاني منها لغايه دلوقتي ما اتحسنتش، وكل اللي احنا عايشين فيه لغايه دلوقتي هو نتاج للثمره اللي وضعها نظام مبارك. هو حضرتك هتسالني عن 5 سنوات
ولا هتسألني عن سلبيات نظام مبارك وقيام الثورة وهل هي ثورة ولا مش ثورة؟ خلينا نرد الأول على السؤال. أنا بس عاوز أقول لحضرتك، حضرتك افترضت إن أنا في معسكر مختلف عن هذا الفكر أو متعارض مع هذا الفكر. أنا ده اللي فهمته بصراحة. هذا الفهم للحقيقة لم يكن صحيحا. نحن لسنا مع هذا الفكر ولسنا مع الفكر الآخر. نحن لنا فكر مستقل تماما عن هذا، وهو أن مصر تحتاج إلى إعادة تقييم من 23 يوليو 1952 وحتى 25 يناير. إنما تم في 25 يناير لم يكن إسقاطا للنظام مبارك زي ما بيقال، كان محاولة حقيقية لإسقاط 60 عاما مرت على الشعب المصري اعتبارا من 23 يوليو. هذه هي الحقيقة. إنما هل يمكن أن نقول أن هذا الأمر عندما وقع كان واقعا لأن مبارك قد أفسد في الأرض مما رتب هذه الثورة؟ احنا شايفين يا فندم وجهة نظرنا أن كانت هناك أسباب جدية لمن خرجوا يوم 25 يناير. فكرة انتشار كلمة التوريث رغم ان احنا في نظام جمهوري كان امرا مستفزا لعموم الشعب المصري. فكرة الحزب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد وتمجيد الرئيس، هذه الفكرة لم تكن لصيقة بحسني مبارك، بل كانت لصيقة منذ ثورة 52 وقيام النظام الجمهوري في مصر. النظام الجمهوري قام على حكم الفرد في مصر وظل ساريا طوال المدة من 54 عند قيام الجمهورية المصرية حتى وجود خروج الرئيس السابق مبارك. ومن ثم فإن الناس رفضت هذا الأمر في أسباب حقيقية للرفض، لأننا مش ممكن شعب يظل يردد كلام رئيسه فحسب. هذا الأمر في منتهى الخطورة، وده اللي أوقع أحد أسباب قيام أحداث 25 يناير الذي اختلف بينها الناس هل هي ثورة. لفت نظري أنت بتقول أحداث 25 يناير، أكمل لك اللي أنت بتسأله ده الذي يختلف بشأنها الناس، هل هي كانت ثورة أم مظاهرات أم عملا تلقائيا؟ في الواقع مجموع ذلك قد شكل ثورة حقيقية في مصر في 25 يناير. ولكن احنا بنقيم هذه الثورة. الثورة ليست الأمر العادي في حياة الشعوب. احنا تعودنا على كلمة ثورة من ده عمل استثنائي عبارة عن تعارض شديد فيما بين القوانين الموضوعة والفعل. وعلى فكرة بالمناسبة عشان بعض الناس ما ياخدوش بالهم، الثورات بتقوم متى تقوم الثورة؟ إذا تعارضت القوانين السارية مع احتياجات الأمة الثورة تقوم على طول، لأن أنت مش لاقي في القوانين ده ما يعطيك العدالة، ما يعطيك القوانين الاقتصادية التي تنتظرها، ما يشعرك بالرأي الصحيح في هذا الأمر. يعني أنت كنت مجمل أنت كنت مع قيام ثورة يناير على نظام مبارك، أن قيام هذه الثورة في ذاتها كان متوقعا منذ أكثر من 5 سنوات سابقة أنه حيتحصل أحداث في هذا. ولكن تقييم هذا الحدث هو الذي نختلف فيه مع إخواننا الصغار. وعاوز أؤكد أن إخواننا الصغار لأنهم إخواننا فعلا دول مصريين، هي القضية ليس صغار أو غير صغار، ولكن هل أنجزت هذه الثورة ما قامت من أجله؟ وهل إنجازاتها قد لحقت بالمجتمع المصري؟ إحنا بنقيم ونقول هل الأمن والأمان بعد الثورة قد تحقق؟ دي انا لسه سائلهم فيه. قبل اخذت وجهة نظرك وقلت لهم قبل تولي النظام الجمهوري الحالي هل كان هناك امن وامان؟ هل كان طبيعي ان يكون هناك عمليات ارهابية دائمة ويومية وتنطلق هذه العمليات تحت مظلة ان هناك ثورة؟ الخلط كما كان في 93 عمليات إرهابية يومية في الحسين وفي الأزهر وشفناها في كل مكان وفي الهرم. أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة، كانت هناك عمليات يقوم بها الجماعة جماعات الإسلام السياسي، ولكن الإرهاب الذي ساد مصر لم يكن إرهابا سياسيا فحسب، بل كان إرهابا جنائيا شديدا. ويمكن بعض الناس نسيت
احنا كنا بنسمع كل يوم على تسميت عربية وقتل فيها، انه ماشيين في الشارع خدوا راجل موتوه، خطفوا ست، عملوا ده، كل ده لا يعد عملا ثوريا، ولكن الخلط ما بين مخالفة القوانين والثورة قام في هذه المرحلة. الناس كلها بنت بيوت على الأرض الزراعية، هل ده؟ طيب علشان بس ما ننتهش من الجزئية بتاعتنا، عارف ان حضرتك شاطر في ده فتوهني، نرجع مرة تانية. لا ليه؟ لا سالي شاطر في انهي ده اللي هو ايه؟ لا يعني انا قصدي في الجزئية بتاعتنا دي يعني أيوه. نتكلم فيها على تنحي مبارك بعد خمس سنين، بعد خمس سنين انت شايف مبارك ازاي؟ طب بس عاوز اقول حاجة، ليه يا فندم خصينا مبارك بعد خمس سنين؟ ما تيجي نبدأ على محمد علي باشا. النهاردة ذكرى أول يوم لتنحي مبارك من خمس سنين. لماذا نعود دائما؟ النهاردة 12 فبراير. لماذا نعود دائما إلى الماضي؟ وإذا أردنا أن نعود للماضي، طب ما تيجي نتكلم عن محمد علي باشا اللي فضلنا نشتمه طوال المدة، وكان هو من أدخل لمصر. طيب إحنا بنتكلم في فقرتنا دلوقتي زي السكة الحديد، كان في الأستاذ أحمد إبراهيم المتحدث باسم السكة الحديد كان بيدخلني في الطرق والكباري أنا عايز السكة الحديد. برضو إحنا عشان نقدر نطلع بأؤكد مرة أخرى أن مبارك لم يكن إلا امتدادا للرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات ثم الرئيس مبارك في حكم مصر. يا حضرتك مع الملكية؟ لم يكن حضرتك مع الملكية بالشكل ده؟ هو حضرتك متصور ان انا ما اقول نرجع لمحمد علي باشا؟ لا لا لا, لا, لا انا بتكلم ان نظام مبارك هو امتداد لجمال عبد الناصر. بالظبط، هو امتداد لما كان سائدا في مرحله الرئيس عبد الناصر، الراي الواحد كان في عصر الرئيس عبد الناصر، الحزب الواحد دون التعدد الحزبي كان موجودا في راي الرئيس. طيب. محاوله الحصول على الحكم كانت تبقى انقلاب. طيب مجازم بنعم ام بلا عشان اروح للضيوف الكرام، انت كنت مع ذلك ام ضده؟ مع الثوره؟ لا مع كل نظام مبارك بالشكل ده. لا طبعا لا 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 محدش بيحب مصر ولا يوافق على هذا النظام الذي ادى يعني بالشكل ده. كنت مع ثورة يناير، كنت مع تغيير النظام كله، ده طبيعي ان يتم التغيير، وليس بس مش بالتغيير بما تم. مؤيد للنظام كله يا حضرتك دلوقتي؟ مؤيد لثورة يناير؟ لا انت عاوز تنطقني. لا انا بقول لحضرتك بتتكلم عليه. انا مؤيد للثوره الفرنسيه والثوره البولشفيه وعلى راسها ثوره يناير، خلاص. طيب ده. طيب اوكي، نرجع مره ثانيه للمهندس احمد بهاء الدين اللي برحب بيه مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. وخلاص احنا خدناه في لا الاستاذ يحيى تبعكم بقى يعني في الاتجاه بتاعكم. يعني عايز بس تسمح لي اقول ملحوظه، يعني انا عايز اميز ما بين يعني ثوره 23 يوليو في فتره الرئيس جمال عبد الناصر، وهي فترة فيها إيجابيات وفيها سلبيات أيضا، لكن إحنا لما بنقيم مرحلة تاريخية زي دي الحقيقة لازم نبقى موضوعيين. يعني أنا ما أتذكر أنه قبل ثورة 23 يوليو، حضرتك يمكن فاكر المسألة دي، كان لا مش كان احد ما عنديش 95 سنه. لا ما اقصدش يعني دي قامت وانا عندي فاكر من سنين من يعني. ثقافتك بس يعني. انما قراءاتي عارف ايه اللي تم فيها. كان يعني كان المشروع العيله المالكه بتعمل مشروع اسمه مقاومه الحفاء، لانه اغلب ابناء الشعب المصري كانت ماشيه حافيه في الشوارع، كانت الاميه عاليه جدا، كان الفقر والبؤس والسخره وعمال الترحيل، كان في نخبه مميزه. وليدي الاصلاح الزراعي كان من قبل ثوره 23 بالظبط. ما هو عشان كده انا بقول انه من غير يعني من الموضوعيه ان احنا لما نقيم ثوره 23 يوليو يعني نحط ايجابياتها. وعبد الناصر بشر يخطئ ويصيب، الشاعر الكبير الجواهري قال انه عظيم المجد والاخطاء، وده شيء طبيعي، كل الشخصيات التاريخيه الكبيره لها بصمات ايجابيه ولها اخطاء. لكن انا كابن من مواطن عادي من ابناء الشعب من اسره فلاحيه، تعلمت في ظل مجانيه التعليم، ودرست في كليه الهندسه بدون واسطه، وكنت بطلع من كليه، كان بيطلع خريج كليه هندسه يروح يدرس في اي جامعه يكمل الدكتوراه ويشتغل في اي مكان، لانها كانت محترمه، ما كانش فيه دروس خصوصية، ما كانش فيه فساد، أو إذا كان فيه فساد فهو محدود. يعني كان في مرحلة أنا يعني أجد أنه من الظلم اعتبار أنه من 23 يوليو ل 25 يناير مرحلة واحدة. أنا بعتبر أن نظام مبارك امتداد لجمال عبد الناصر. لا مش من وجهة نظري هذا يعني ظلم بين للشعب المصري قبل ما يكون لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر في فترته كانت مصر علم، كانت بتقود المنطقة وبتقود العالم الثالث، وكان حركات التحرر كلها اللي انطلقت في أفريقيا وانطلقت في آسيا وانطلقت في العالم الثالث كله كان مركزها مصر، وكان مصر لها هيبة ولها يعني قوة معنوية في العالم،
ليه تأثير كبير جدا. هل كان حكم جمال عبد الناصر ومرحلته نموذجية وما فيهاش أخطاء؟ لا طبعا فيها أخطاء وفيها سلبيات، وأكبر دليل على ده أنه إحنا شفنا هزيمة 67، ما هو ده كانت تراكم أخطاء. لكن في نفس هل حرب 67 كان خطأ يا فندم ولا كارثة؟ بصرف النظر يعني لا عشان ما نشتتش الكارثة السياسية على الرئيس جمال عبد الناصر، خلي الكارثة السياسية يا ست المستشار يكمل بس. انا انا عارف ان كان في يعني كوارث وفي اخطاء وفي سلبيات، لكن عايز اقول انه يعني الموضوعية والحكم الحقيقي لا يجب ابدا انه يقمص مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر بكل ايجابياتها وانجازاتها. عودة الى الموضوع، انا بس عايز اقول انه حضرتك كل اللي انت بتقوله ده وبتنسبه لما بعد ثورة يناير الحقيقة هو من ميراث عصر مبارك. يعني لما نيجي نتكلم حضرتك الإرهاب الحقيقة هذا التغول ما جاش من فراغ، ما هو ده يعني رعى ونمى في ظل عصر مبارك. لما سينا كانت فين؟ سينا هو سينا الإرهاب اللي بدأ فيها أو اللي انتشر في الفترة دي وليد اليوم ولا وليد مثلا 25 يناير؟ لا ده عشرات السنين هذه الخلايا الإرهابية بتتغلغل في سيناء لحد ما وصلت إلى من الذي سمح بفتح الأنفاق. أرجو إثبات هذا الكلام يا فندم، هقول لحضرتك توثيقه. من الذي سمح بالأنفاق اللي النهاردة مشكلة كبيرة جدا لمصر وبيجي منها إرهابيين وبيجي منها أسلحة من دي تمت في عصر مبارك ولا تمت؟ سيادة المستشار، سيادة المستشار، أستاذن حضرتك ده ورق حضرتك تحطه قدامك اكتب و أنا بس لا أنا بس محتاج أن طيب كويس طيب سيبه بس عشان يسترسل طيب يسترسل بس عشان ما نقطعش فضل. موضوع مثلا زي الإخوان نموا وترعرعوا وانتشروا في مصر بتوافق مع نظام مبارك، بتوافق. أنا أقدر أقول بالمعلومات المؤكدة أن كان هناك توافقا. من الذي أطلق سراح جماعة الإخوان وأطلقها علينا في الجامعة في السبعينات؟ مش كان الرئيس أنور السادات بصفقة معلنة واضحة؟ من الذي كان يعني يجلس مع الإخوان عشان يحدد عدد الكراسي اللي يأخذها في مجلس الشعب؟ لسه امبارح أو أول امبارح الأستاذ مكرم محمد أحمد كاتب مقالة في الأهرام بيتكلم على الصفقة اللي كانت بتتم في مكاتب الأمن ما بين مباحث أمن الدولة وبين الإخوان المسلمين، ياخدوا 50 مقعد ولا ياخدوا 60 مقعد ولا ياخدوا. فالحقيقة يعني حضرتك تراكم كل هذه القضايا أدى في النهاية إلى أولا انهيار جهاز الدولة وفشله الكامل وتدهور مكانة مصر الداخلية والخارجية وشعور المواطن المصري بفقدان الكرامة وتغول جهاز الأمن. الثورة كانت يعني تراكم طبيعي أدى بالفعل إلى انفجار 25 يناير. طيب خلينا نروح لدكتور سعيد. دكتور سعيد احنا بنتكلم دلوقتي على أو كلام السيادة المستشار يحيى أدري بيتكلم على أن هو امتداد أو عصر مبارك هو امتداد لجمال عبد الناصر وللسادات للعصور الجمهورية اللي قبله، شايف ده منطقي من وجهة نظرك ولا لا؟ لا شوف طبعا كل رئيس ليه تحديات وكل مرحلة تاريخية ليها ظروفها، ما تقدرش تجيبني أنا في مرحلة وبعدين تقول أنا امتداد لحد تاني. يمكن اتفق معاه انه امتداد النظام الجمهوري اللي طلع من 52 ماشي، لكن التحديات في كل مرحله مختلفه. واحد دخل حرب 56 و67 ومشاكل تانية، السادات ليه اوضاع تانية، مبارك اوضاع تانية. ما تمسك مبارك يؤخذ عليه ايه؟ واحد انه ما كانش فيه حروب وجات له مساعدات اكتر من مشاريع مارشال اللي عمر اوروبا، وبدل ما يعمل سنغافوره او كوريا الجنوبيه عمل بنجلاديش. يؤخذ على الرئيس مبارك الصفقات اللي بيعملها مع الإخوان، طيار رجعي يميني متخلف نشر وفضل يتعايش معاه، نشر لنا ثقافة متطرفة في الشعب المصري محتاجة فترة طويلة عشان أنا أنزع الأفكار المتطرفة والمتخلفة اللي موجودة والثقافة الدينية المسمومة في الشعب المصري. هو اللي نشرها ولا نقول ان رئيس السادات لما خرج هما الاثنين هو كمل عليها، هو كمل هذا الموضوع. لما تيجي تمسك موضوع 25 يناير، دي تاني مرة في تاريخ مصر المعاصر ان الشعب بمظاهرات يشيل حاكم. افتكر خوشة باشا ايام محمد علي قبل محمد علي، او خد بالك دي
دي اصل دايما بيحاولوا ايه الانظمه الاستبداديه دايما تحاول تفهمك ان الشعوب دي الشعب المصري ده مطيع واليف الطباع وما بيصوبش ومش عارف ايه وبيرضى بالذل والهوان والاستبداد. ما حصلش بيعمل صوات لكن طبعا الانظمه الحاكمه بالاعلام وبالتعليم و تحاول تغطي هذه المواضيع او انها تمر عليها مرور الكرام. لكن في عندنا صوات. موضوع تعريف الثورة، هل اللي حصل في يناير ده ثورة ولا مش ثورة؟ الثورة تعريفها ايه؟ انها حراك شعبي في كل المناطق، مش انتفاضة يعني في اسكندرية بس، اسوان بس، لكن انا لما الاقي كل البطن المصرية وفي المصري حتى المصريين في الخارج حصلوا السفارات ما طلبوش، عايزين الشعب يريد تغيير وزير الراي او الشعب يريد تغير محافظة المنوفية، لا، الشعب يريد اسقاط النظام. اذا هي ثورة. هل نجحت ولا لا؟ اولا ما فيش ثورة بتنجح من يوم، انت في مخاض. اللي حصل اولا في انجازات، واحد رئيس الجمهورية عدد 4 سنين، السلطات بقت بتشارك مع رئيس الوزراء ومجلس النواب، اللي ايضا لازم نعرفها بس انهار الاقتصاد بعدها. ما هو خلي بالك اي ثورة محتاجة ثورة اقتصادية وثقافية ودينية وتعليمية وصحية وأمنية، وكل ده انت عندك شعارات لسه في مخاضها لسه لم تطبق. انت فاكر ان انا عملت صور يناير يبقى انا التعليم، عشان اعمل تعليم جديد عايز 10 سنين، عايز اعمل اصلاح في الجهاز الاداري. حضرتك شفت الزيطة وراء قانون الخدمة المدنية. الصور بتاخد وقت، انا مش ممكن اعمل صور كل يوم. الصور هدفها ايه؟ هي وقفة يا جماعة اعملوا اصلاح. مفيش شعوب هتعمل كل يوم صوبة عشان تعمل اصلاح. انا بعمل صوبة يا جماعة وقفوا اللي انتوا بتعملوه ده غلط، ابتدوا اعملوا اصلاح. اللي حاصل حاليا شعارات، عايزين نعمل اصلاح الخطاب الديني، محدش بيدي خطة محددة ايه اللي يتعمل، اعمل ايه في التعليم الديني، اعمل ايه. الرئيس السيسي يعني اجتمع مع شيخ الازهر الاسبوع ده، يمكن عشان بيناقشوا الموضوع ده. اكيد الموضوع مش مقابلات، الموضوع خطط موضوعة وخطط دولة. هديك مثل واضح جدا، لو حضرتك تبص على اي موقع في بريطانيا او امريكا عن خطة او استراتيجية مكافحة الارهاب تلاقي موجودة اونلاين تقراها وتشوفها. انا ايه استراتيجية مكافحة الارهاب في مصر؟ التعليم هتعمل ايه فيه؟ الاعلام تعمل فيه ايه؟ الثقافة تعمل فيها ايه؟ التعامل مع الشباب تعمل ايه؟ الاجهزة الامنية والقضائية ايه اللي ناقصهم ولا نصلحه؟ عندك قوانين مشكلة اغيرها لك، الامن بتاعك عايز اجهزة اجيب لك. واخد بالك؟ انا مفيش حاجة مكتوبة، انت عبارة عن كده بشعارات، مفيش رؤية او استراتيجية. كلام ما ينفعش، ردود الافعال او الكلام العايم ده انت لازم تحدد لي وتكتب تعمل. يعني اتقال يعني مثلا لما قال الرئيس السيسي كان وقتها وزير الدفاع، انا عايز ان الناس تنزل تدينا تفويض لمكافحة الارهاب المحتمل، كان المفروض يوم 26 يوليو لما حصل كده بعديها بيومين يتعمل مؤتمر قومي ويتعمل من كل الخبراء ويبتدي كل واحد في قطاعه، قطاع التعليم هعمل ايه، قطاع الدين هيعمل ايه، قطاع الاعلام اعمل ايه، وهكذا نبتدي ونمشي على طول. طيب. انت لسه بتتعامل بطريقه عشوائيه في قضايا قوميه وفي وقت حرب، انت في حاله حرب لازم تتعامل بطريقه يعني سياسيا اكثر احترافا واكثر علميه. طيب اسمح لي برضو بوجه كلامي لمشاهدينا الكرام، لو في اي راي من حضراتكم مع او ضد، طبعا احنا بنناقش الموضوع ده مبارك بعد 5 سنوات في اطار رؤيه متوازنه. لو حضراتكم عايزين يعني تتواصلوا مع ضيوف الكرام ومعانا في الاستوديو عن طريق الارقام اللي ظاهره مع حضراتكم على الشاشه دلوقتي. سياده المستشار يحيى ادري، احنا بنتكلم الدكتور سعيد بيقول ان ما كانش فيه استراتيجيه ولا رؤيه، ما فيش حروب في عهده فما كانش عنده حجه، جاله مساعدات وبدل ما يعمل كوريا او سنغافوره عمل لنا بنجلاديش. انا طبعا مستوعب الفكر بتاع الدكتور سعيد بيه، و يعني انا بس عاوز اقول كلمه في الحديث اللي دار من الساده الاساتذه الكبار اللي انا باشرف باني قاعد معاهم في هذا البرنامج، باؤكد ان هم احنا بنتكلم على الاخطاء التي تم الخروج من اجل تصحيحها، هي تلك التي كانت موجودة منذ قيام النظام الجمهوري. مش بقول ان النظم كانت متشابهة في كل شيء، ان الحرية
هل كانت هناك حرية في عصر الرئيس جمال عبد الناصر أو في عصر المرحلة الأولى من ثورة 52؟ هل كانت هناك حرية سياسية في عصر الرئيس أنور السادات وهو من أفضل ما من أدى إلى مصر من أعمال جليلة؟ ولكن هل كانت هناك حرية سياسية؟ هل كانت هناك حرية سياسية في عصر مبارك؟ لم يكن هناك في هذه المرحلة جميعا سوى حرية. فعندما تطورنا قوي كانت كما أطلق عليها ديمقراطية النباح، نتكلم ونزعق وينتهي الموضوع. ودني من طين ودني من عجين. الديمقراطية مش إني أعبر عن رأي، الديمقراطية أن يسمح لي إني أخذ السلطة ديمقراطيا منك لأن أفكاري هي التي يمكن أن تنقذ الأمة. لم يكن متاحا لأي فصيل مصري أن يغير النظام الحاكم في أي وقت. طب خلينا بقى في عهد مبارك نفسه. مبارك يعني نفسه هو نفس الامتداد لهذا، وبالتالي احنا بنخص مبارك لأنه عصره اللي رتب عليه قيام ثورة 25 يناير. لكن أنا بتكلم، أنا مش ما يعني مانيش بدور كيف يمكن أن أنال أكثر من حسني مبارك، لأن حسني مبارك كان هو الرئيس الوحيد الذي تم محاكمته في مصر، لم يشفع له أنه كان قائدا للقوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر التي انتصرت فيها مصر، لم يشفع له إنجازاته العسكرية في أي مرحلة، لم تشفع له الأوسمة أن يتغاضى الشعب عن فترة الحكم التي كانت عيوبها مستمدة فيما تعلمه من الأنظمة السابقة. حسني مبارك لم يكن رجلا سياسيا على نحو كلي، ولكن حسني مبارك كان رجلا عسكريا بطريقة كاملة، وقد تعلم نظام الحكم ممن سبقه من الرئيسين. الحكم الجنائي يا فندم اللي صدر مؤخرا ضد مبارك، ثانيه واحده يا فندم، انا قلت بس على حاجه، هل ده بيسقط كل الاوسمه اللي حضرتك قلت عليها؟ حضرتك بتحاول تقاطعني. لا انا بقول يعني كل واحد عكس بس هم موجودين، فحضرتك مش محتاج ان تتبنى وجهه نظري وراجل نظرهم. مش انا بقول حضرتك برضه في جزئيه الاوسمه دي، هل بالحكم ده من القامات اللي قادره ترد عليا قوي اكتر من اللي انا بقوله؟ ننسى الحكم، انا بتعلم منك قانونيا هم مش في القانون حاجي الحكم. ليس هناك في هذا الحكم ما يشمل عزل أو حرمانه من الأوسمة الصادرة ضده. خد بال حضرتك من هذا. وبعدين ما ننساش أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أما ياخد نجمة سينا على إنجازه الرهيب في حرب أكتوبر وانتصار القوات الجوية المصرية التي دمرت تماما ثم قامت وهزمت الطيران الإسرائيلي وهو متفوق علينا بشكل هائل، هل هذا الأمر ننزع منه لأن هناك جريمة قد وقعت وأخذ عليها عقابه؟ هل العدالة تقول هذا؟ هل ديننا ما بيقولش ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أنا مش بدافع عن الرئيس حسني مبارك بالمناسبة، أنا بدافع عن الشعب المصري في إنجازاته. مصر أكبر كثيرا من أن تختزل حضارتها 7000 سنة في ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير زي ما قال الدكتور سعيد هي جزء من ثورات كثيرة تحققت. ثورة 19 راحت فين؟ ثورة 19 دي قامت للظلم اللي كان موجود. الثورات اللي تمت، ثورة 23 يناير هي ثورة فعلا دي غيرت نظام مصر حقيقي، ولكن هل التغيير كان للصالح؟ هل الثورة البولشفية اللي قامت في الاتحاد السوفيتي وهن معانا الحزب الاشتراكي مؤكد هذا الأمر مدروس لديهم، هذه الثورة قد نجحت تماما في اقتصاديا، ولكن هل نجحت اجتماعيا في الاتحاد السوفيتي؟ دي خدت وقت كثير. طيب حضرتك ذكرت لي يا فندم يعني من شوية محمد علي حكم مصر لمدة 35 سنة، حسني مبارك حكم مصر لمدة 30 سنة، الوقت متشابه. محمد علي مسك مصر وهي خرب بعد انهيار سياسي اقتصادي، ما كانش فيه تعليم، ما كانش فيه مدارس، ما كانش فيه اي حاجه. بعد بعثات للخارج راسها رفعت طهطاوي، جه عمل المدارس، جه ناس شقت الترع والمصارف، عملوا الاناطر، عمل الاساتذه، عمل الكليه الحربيه وجيش، وعمل اسطول، وعمل حاجات كتيره جدا. حسني مبارك زي ما قال الدكتور سعيد ان هو عمل لنا بنجلاديش، ترد على ده ازاي؟ الحقيقه يا فندم
هي الحتة دي أصلها أنا بتحفظ على إنه عمل بنجلاديش يعني على الأقل انقل ناحية الهند بلاش يعني لا الهند دي دولة عظمى طب أنا عاوز أقول بلاش بنجلاديش لكن عاوز أقول حتة فندم معينة قد لا تكون واضحة أمام الكل وأمام السادة المشاهدين. إحنا فندم حتى سنة 71 أو 72 كان محمد علي باشا أحد أكبر الخونة في تاريخ مصر والتاريخ بيقول لنا الكلام ده. كان محمد علي باشا وأسرته هم من أضروا بصالح الأمة المصرية. كانت قناة السويس صورة من صور الفساد. أليس هناك احتفال سنوي بيتم في بورسعيد لحرق تمثال ديليسيبس الذي أنشأ أكبر مشروع؟ طيب احنا حضرتك دخلتنا في اسماعيل ديليسيبس ده كان ايام اسماعيل كنت بتكلم على محمد علي وعلى مبارك محمد علي انا ماشي وراك. طيب هناخد اتصالات المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ سيد من دمياط. اهلا بيك. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك اتفضل. بعدين حضرتك احنا عمالين نقول كلام وخلاص يعني كل اللي احنا بنقول كلام وخلاص. في ايه بالظبط يا استاذ سيد؟ يعني يا ريت لما نطلع في الاعلام ونقول ما نقعدش حتى لما يعني احنا عمالين نقول للشباب شباب شباب. طب ما حتى انت لو شفت الاعلام بيعمل ايه في الشباب؟ احنا قلنا شباب شباب ايه بالظبط؟ يعني احنا بنقول تمكين الشباب. اه يعني طب احنا شفنا الاعلام بيعمل ايه في الشباب؟ شباب اهو. طب هل الشباب بتاعنا اللي بيجي في التلفزيونات هو ده اللي هيقود البلد؟ اه تمام. طيب بشكرك يا استاذ سيد. بشكرك استاذ سيد من دمياط. طيب مهندس احمد بهاء الدين رايك في الكلام ده؟ وهو كان يعني المستشار يحيى قدري كان بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى. الحقيقه ده يعني كلام محترم ومهم بس ده في العلاقات الفرديه والشخصيه. لكن في اداره شؤون الدول احنا بنشوف بره يعني وزير بيحصل حادثه بيستقيل وبيتحمل المسؤوليه ورئيس او حاكم بتحصل اي مشكلة بتحمل مسؤوليتها وبيسيب الحكم لان ده ادارة دولة يعني لها مقاييس. حضرتك انا طبعا مقر انه السادات يعني بحرب اكتوبر لكن حرب اكتوبر دي ما صنعهاش الضربة الجوية ورئيس الضربة الجوية والحاجة صنعها شعب باكمله تحمل ودفع من دمه ومن اعصابه ومن عرقه تكاليف اعادة بناء القوات المسلحة وجيش بملايينه ومئات الالاف منه من ابناء الشعب العاديه اللي ما حدش عرفهم ما خدوش نجمه سيناء ولا اوسمه لكن استشهدوا هم دول اللي صنعوا الحرب. ممكن يكون هذا الشخص او ذاك لعب دور كبير لكن في شهداء. فين عبد المنعم رياض؟ فين قاده الجيش الاخرين؟ يعني تم تركيز الاعلام على حسني مبارك. وانت تفتكر حضرتك الصوره اللي كانت موجوده في البانوراما اللي كان موجود فيها الفريق سعد الشاذلي وتم حذف ووضع مبارك مكانه. يعني انا عايز اقول انه تاريخ الشعوب يعني ما هوش مسائل عاطفيه ولا وجدانيه. لما يطلع بص حضرتك ادي فقره من تقرير الحكم بتاع الاخير اللي صدر في حق مبارك ونجليه. بيقول رئيس المحكمه إن المحكمة رأت أن الأفعال التي أتاها المتهم الأول محمد حسني مبارك الذي أقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه في إدارة شؤونه وقائما على أمواله فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه. لكنه بدلا من ذلك أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوه دون رقيب ودون اعتبار الحق فحق عليهم العقاب. ده رئيس متهم بسرقة المال العام. القضية دي خاصة بالقصور الرئاسية أن المال العام قد أنفق من على البيت بتاع الرئيس. هذا حكم محكمة. أيوة احنا أنا طبعا أقدر يعني حكم محكمة بس عشان كراجل قانون أصله قراءة هذا يا جماعة احنا عارفين يا فندم ان هي قصور رئيسية. انا عاوز اوصل بس الحاجة يا فندم هل احنا بالمنظر ده عندما ننظر الى الوراء دائما ونتكلم عن الرئيس مبارك وصورة 25 يناير و30/6 واصلاح 30/6 ولا
نعم ولا نبص لقدام؟ بص احنا محتاجين قدام. احنا مش كنا الفقره اللي قبلها كنا بنتكلم على السكه الحديديه ونبص لقدام؟ مش حضرتك يا فندم عامل حاجه تنويريه وبتقول عليها ان هي ثينك تانكس؟ ايوه. ودي للافكار بالظبط، مش بتناقشوا فيها التاريخ وبتناقشوا فيها المستقبل ولا بتناقشوا بس؟ لا التاريخ يا فندم، التاريخ بيناقش لتقييم التاريخ، ما احنا وللاستفاده من دروسه لبناء المستقبل. انا النهارده بعاني الان حضرتك من نتائج حكم مبارك الثلاثين سنة الآن بندفع ثمنها، انهيار مرفق السكة الحديدية، انهيار التعليم، انهيار الخدمات، انهيار الصحة. احنا شايفين النهاردة غضب هائل جدا من جهاز الأمن، لأن ثقافة جهاز الأمن هي ثقافة حسن مبارك. احنا النهاردة بندفع ثمن أخطاء جسيمة جدا ارتكبها نظام حسن مبارك، وعندنا مشاكل كبيرة جدا في محاولة حلها. فأنا عايز أقول لحضرتك أنه إحنا مش بنتشفى في الماضي، لكن إذا ما كانش عندنا الحسم في رؤية الأخطاء ووضع إيدينا على مكامن الخلل اللي أدت إلى انفجار الشعب في 25 يناير، يبقى إحنا بنعيد استنساخ ما كان قائما وقد يؤدي في المستقبل إلى انفجار لا نريده، لأن هذه البلد لا تتحمل. دكتور سعيد صادق، شفت إزاي فترة مبارك اجتماعيا وأنت متخصص في الاجتماع السياسي، يعني اجتماعيا ازاي اثرت على المواطن المصري، على الشاب المصري، يعني على كل المصريين؟ شوف عندي 18 مليون بيعيش في عشوائيات، عندي 2 مليون بيعيشوا في المقابر، مدافن مفروشه للايجار، التعليم متدهور سواء مدرسين طلبه، تصنيف في الجامعات المصريه من ضمن اللي هو التقسيم بتاع شنغهاي 500 جامعة في العالم، أين الجامعات المصرية اللي كانت بتقود؟ خلي بالك ما فيش تنمية لأي بلد إلا بالتعليم، ومن أكبر الكوارث اللي حصلت موضوع التعليم، إهمال هذا التعليم، تنوير الشعب. يعني حكاية التنوير أنا مهتم بموضوع التنوير. موضوع؟ تنوير الشعب. اللي حصل نوع تغييب، الشعب بقى مغيب. حتى موضوع الحرية السياسية هي ما كانتش منحة منه، إنما كانت صوت تكنولوجيا المعلومات. أنت شوف مثلا موقفه من إضراب 6 أبريل بتاع الفيسبوك 2008 والمحلة، كانوا هم حتى مهملين الموضوع ده، لما لقوا الحكاية ابتدوا يهتموا بموضوع الفيسبوك، وابتدى بعدها شفت جمال مبارك عايز يخاطب الشباب عن طريق الفيسبوك بعد ما كانوا موقفهم. فالثورة التكنولوجية ساهمت في خلق مجتمع بعيد عن سيطرة الأمن. يعني لو عايز تعمل اجتماع ممكن كانوا يقبضوا عليك، لكن دلوقتي ممكن تعمل صفحة أو تعمل موقف وتخلق مجتمع سياسي ليه موقف من أونلاين. بالضبط من هذا النظام. لازم برضك ندرك أن الصوت لا تحقق أهدافها على طول. يعني أنا زي ما بحكي لك محتاج عشان تبقى تقول عليها صوة ناجحة لازم تعمل صوة اقتصادية، صوة إدارية، صوة ثقافية، صوة دينية، صوة سياسية. التركيز الخمس سنوات اللي فاتت كان على الصوة الموضوع السياسي، أهملوا لسه، لكن في بعضك مخاط صوة اجتماعية شغالة في المجتمع المصري. أنت شفت حضرتك في بعض الإعلام حتى شفت الحرية، يعني مثلا في صفحات ضد لبس الحجاب وفي ستات بتقلع الحجاب، لكن ما بتلاقيش الاعلام بيركز عليه، ان لسه الاعلام متاثر بالفكر الوهابي وفكر مش عارف ايه. ده له علاقه بمبارك بدخوله مصر؟ هم كانوا بيعتبروا ان ما هو استمرار نفس الثقافه ديت، لان هم شافوا ان هذا النوع من الفكر بيخلي الناس ايه مهتمه بمواضيع بعيده عن الثوره. طيب. او انك تغيير النظام. برضو علشان يعني اخد الراي الاخير لان قدامي دقيقه، ف سياده المستشار شايف ردك ازاي برضو على الكلام ده؟ انا هقول رؤيتك السريعه بسرعه قوي، ويمكن يعني انا معايا من القمم ما يستطيعوا انهم يقولوا. هل الانهيار الاخلاقي الذي تم حاليا واصاب الشعب المصري، هل افتقاد احترام الصغير للكبير، هل ما تم كان بسبب مبارك ولا كان عقب احداث ثوره 25 يناير؟ هو بسبب قبلها بكثير. ده هو انت الاخلاق اللي بيسيطر على اخلاق المواطن، الاسره، المدرسه،
المؤسسة الدينية، المؤسسة الإعلامية، لما يفشلوا البعض دول يبقى المؤسسة الأمنية القضائية. الخمس مؤسسات في مصر مهزوزة من أيام مبارك. طب بس حاوز أقول لحضرتك على حاجة، فلتستقرئ الجرائم التي تتم حاليا من قتل الابن لأبوه وقتل الابن لأمه التي انتشرت في هذه المرحلة الزمنية اللي احنا فيها، على الرغم من أن العلاقة الأبوية أو الأسرية مقدسة لدى المصريين منذ الفراعنة وليست من بس طيب. آخر سؤال يا فندم، آخر سؤال بس يا دكتور، آخر سؤال يعني لحضراتكم الثلاثة، التاريخ كيف سينظر لمبارك واستقراءك للتاريخ عشان ما تقوليش احنا ننتظر التاريخ؟ كان رئيسا عاديا وليس رئيسا فزا، مثله في هذا مثل حكام كثيرين على مستوى العالم، ولكن عندما ننظر إلى أنور السادات سوف يقيم التاريخ كيف أعطى هذا الرجل لمصر. طيب باشمهندس، هل كان رئيس عادي؟ لا، كان ديكتاتورا فاسدا مستبدا ضعيفا وغير قادر على حكم دولة كبيرة كمصر، أدى بها إلى مهاوي كبيرة جدا ندفع ثمنها الآن، ولكن ثورة 25 يناير من وجهة نظري أنقذت الشعب المصري من هذا الحاكم المستبد الفاسد ومن حاشيته ومن أبنائه ومن العصابات التي تكسبت من وراءه. وعشان كده الحملة والهجوم المستمر على ثورة يناير جزء منها أصحاب المصالح التي ضربتهم الثورة في مقتل، ولن يغفروا لها هذا الأمر أبدا. دكتور سعيد، رؤيتك لمبارك تاريخيا كيف سينظر له التاريخ؟ ضيع 30 سنة من عمر الشعب المصري، كان ممكن يعمل دولة متقدمة بتقود المنطقة. عندك تشوف إيران دخلت حروب واستطاعت أنها تبقى من الدول القوية في المنطقة، مصر ما كانش عندها أي حروب ولا عندها أي تهديدات، كان ممكن في 30 سنة اللي عملها كان عمل دولة تصارع كوريا الجنوبية وتصارع غنها وتبقى ليها مكانة. هو ضيع هذه الفرصة حقا للوقت، يعني للحق أنا أديك الفرصة الأخيرة عشان برضو حضرتك لوحدك يعني. ثورة 25 يناير، لا مبارك، أنا بس عاوز أوصل ثورة 25 يناير لابد أن نقر أنها ثورة، ولكنها قد احتاجت إلى ثورة أخرى حتى تتجه نحو طيب. الطريق. مبارك تاريخيا هو رئيس عادي بالنسبة لحضرتك؟ هو ليس ديكتاتورا ولا لا، كان ديكتاتورا كما كان الحكام السابقين عليه ديكتاتور. طيب، المستشار يحيى قدر النائب الأول والرئيس التنفيذي لحزب الحركة الوطنية سابقا، شرفتين. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام ووكيل المؤسسين للحزب الاشتراكي المصري، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتين يا فندم. وطبعا الدكتور سعيد صادق، يعني أخيرا وليس آخرا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، شرفتني يا فندم. وأنا بعتذر لحضراتكم كل مشاهدي الكرام اللي حاولوا أنهم يتواصلوا معنا، يعني زملائي في الإعداد بيقولوا أنه كان في عدد كبير من المتصلين، ولكن دي الوقت، أنا بعتذر بكل تأكيد، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا كمال ماضي في رعاية الله وأمنه.